على طول اقول لكم انه مريخ قدس الناس اللي بتتكلم ان يو بريك كوزيس اوف دي ابنورمال يوتراين بليدنج الابنورمال يوتراين بليدنج از ا فيري امبورتنت كلينيكال بريزنتيشن اوف دي فيميل جينيتال سيستم ديزيز. وكانوا بيعلمونا زمان ويقولوا ورقه الباثولوجي ورقه الجراحه وقبليهم ورقه النساء لازم ينزل عليها دم لان الابنورمال يوتراين بليدنج از كلينيكال باثولوجيكال كورليشن. لان كلينيكالي يعني ايه ابنورمال يوتراين بليدنج؟ اليوتراين بليدنج نوعين نورمال فيسيولوجيكال اند ذيس از منستريشن. وانا كلمتكم على الكاركتر اوف منسترال بلاد النون كواجيلابل ان هو بيبقى اسوشيتد بفين اسمه مين ومينا لومينا. اما الابنورمال يوتراين بليدنج فكلينيكالي عباره عن 3 بوسيبيليتيز. اول احتمال الابنورمال يوتراين بليدنج كلينيكالي 3 احتمالات. اول احتمال اسمه مينو راجيا. مينو يعني منسس، راجيا يعني اكسس. المينو الراجيا means heavy يعني كتير كمية or prolonged duration menstruation. heavy or prolonged menstruation clinical. يعرفوا ازاي ان هو heavy؟ مفروض المنسترال بلاد normal up to 100 مليليتر per day. حضراتكم اعرف منين ازاي ان هو heavy؟ simply by finding clotted blood. once اللي الست البنت لقت حتة زي حتة الكبدة في التاون this is heavy. لان مفيش واحدة هتقعد تجمع المنسترال بلاد وتشوفوا كميته قد ايه. وان كانوا clinically دي كانت مشكلة ازاي يقولوا ان الست عندها من الراجية heavy كمية كبيرة. والدبليو اتش او قالت هنوحد التاول على مستوى العالم. التاول الفوطه الصحيه هنخلي مقاساتها 7x5 في 2 7x15x2 سنتي ومصنوع من قطن المصري طويل الديل بحيث لو حصل له سوكينج يعني بلل اللي تحته يعني دي اقصى كميه يقدر يمتصها 100 مللي ولكن محدش التزم بيه. فبنعرف ان هو هيفي ازاي؟ ان احنا نلاقي clotted blood. once there is a clotted blood this is heavy لان ساعتها كمية الدم اكتر من كمية الاندوميتريال سيلز. this is abnormal. prolonged نعرفها ازاي ان هي prolonged؟ النورمال menstruation in average 3 days. prolonged لا تعريف. لو كان السبب dysfunction لخبطة في الهرمونات في child bearing period لو زاد عن 5 أيام يبقى برولونج. لكن لو ملوش علاقة الست مش في الشايلد بيرنج بيريود لو زاد عن 7 أيام. كل دي تعاريف مفروض تعرفوها. وإن كان المينوراجيا باختصار دم كتير ككمية أو وقته كتير كديوريشن. المينوراجيا ولكن الست بيجي لها دورة سايكليك بليدنج. This is heavy or prolonged menstruation. لأن النوع الثاني من أنواع النزيف بيسموه مترو راجيا. يعني إيه مترو راجيا؟ يعني الست ما تعرفش لنفسها دور. الريجولار بليدنج that has no relation to menstrual bleeding. يعني الست يجي لها دورة تقعد عليها يوم أو يومين يعني ما فيش نزيف وبعديها بثلاث اربع ايام تجي لها دوره تانية مش دوره هو الريجولر. فالمترو يعني ريجولر. مترولوجيا يعني الريجولر بليدنج ملوش علاقه بوقت الدوره لان كلينيكال كل حاجه لها اكسبلانيشن. ولكن انتوا مش مطالبين بديس كورليشن لان في احتمال اخير والكوم اللي بيبقى كده بيبقى مينو مترولوجيا. يعني مينو
منسس يعني مترو الريجولر راجيا اكسسيف الست بيبقى عندها اكسسيف بليدنج ذات اوكير ديورنج منسترال بيريود بتاعتها وان بتوين المنسترال بيريود فبالتالي في احتمالات للابنورمال يوتراين بليدنج بالاعتماد على وقت الدوره كميه النزيف ووقت اللي بيحصل فيه النزيف مين الراجيه هيفي اور برولونج هيفي اعرفه ان في بلاد كلوتس برولونجد على حسب هي امتى ميتروراجيا الريجولر الست ما تعرفش نفسها دوره لان بيجي لها نزيف الكميه مش كبيره ولكن مش كونسايد مع دورتها اما المينو ميتروراجيا فهو في نزيف both at the time of menstrual bleeding يعني وقت المنستريشن بتاعتها وان بتوين فبالتالي ده اعنف انواع النزيف الابنورمال يوتراين بليدنج لان بعد ما قسمنا هذه كلينيكال تقسيمه هناخد الكوزس الكوزس في اي نزيف بنعمل الاسباب ليه جنرال ولوكال هنا هنقسم اللوكال لمجموعتين كبار ممكن الست يجي لها نزيف ولو ماتت في هذه اللحظه وشرحناها ما نلاقيش سبب يفسر هذا النزيف لان ده اشهر انواع النزيف اللي بتحصل في البنات الصغيره او في التشايلد بيرنج بيري اول نوع من اللوكال كوزس بنسميه دب دب يعني ديسفانكشنال يوتراين بليد الديسفانكشنال يوتراين بليدنج ينزل على بعضيه سؤال في الامتحان يعني ايه ديسفانكشنال يوتراين بليد ديسفانكشن اوف هرمونز هي النورمال منستريشن مش حضرتك اندر كنترول اوف هرمونز مين الهرمونز المسؤوله عن المنستريشن الاستروجين والبروجستيرون لان احنا درسناكم الفيسيولوجي وقلنا ان البروليفراتيف فيز اندر كنترول اوف استروجين والسكريتوري فيز اندر كنترول اوف بروجستيرون لو حصل لخبطه في الهرمونز هيحصل dysfunctional uterine bleeding. A dysfunctional uterine bleeding by definition هو abnormal uterine bleeding أو النوع dysfunctional اللي هنتكلم عنه بعد كده بقيت اللوكال أورجانيك بعد كده الجنرال. A dysfunctional uterine bleeding هو abnormal uterine bleeding بسبب hormonal dysfunction لخبطه في الهرمونات يعني لما نيجي نشرح الست دي لو ماتت during this bleeding ونشرحها هل هنلاقي السبب organic local يفسر هي بتنزف ليه؟ لا فسموا النوع ده dysfunction في كانوا ناس بيسموه زمان functional لكن هو مش functional كمان اتعلمنا functional قبل كده بيه acute insulin obstruction فاكرين لما كنا قلنا functional obstruction اللي كان اسمه paralytic illness لان لو الراجل مات during this acute insulin obstruction وفتحنا بطن هنلاقي فيه حاجه سده without organic anatomical local causes a dysfunctional uterine bleeding is a very important topic لان dysfunctional uterine bleeding من اشهر اسباب البليدنج in child bearing period female لان ده عباره عن abnormal uterine bleeding بسبب hormonal dysfunction اللخبطه في الهرمونات فانت ما تشوفهاش بعينك without organic anatomical cause وتحيه للي كتب لان كتب كلينيكال اعرف ازاي ان الست اللي قدامي عندها dysfunctional uterine bleeding dysfunctional uterine bleeding في معظم الاحيان مش في كل الاحيان بيبريزنت باي مينو الراجل يعني ايه مينو الراجل يعني heavy او prolonged ولكن تعريف الديسفانكشن كلينيكالي ان ست تبقى في الشايل بيرنج بيريد والست دي يبقى عندها منسترال بلاد يعني منستريشن مور ذان 5 دايز لو جات لي واحده ست بتشتكي ان عندها دورتها بتقعد عليها اكتر من 5 ايام حتى لو ما كانش معاها بلاد كلوت يبقى انا اعرف كلينيكالي ان الست دي عندها الست دي عندها من عندها dysfunctional uterine bleeding
and dysfunctionally derived meaning clinically. تشخصه في ست في الشايلد بيرنج بيريود من سن 20 ل 35 ويكون بتجيلها الدوره تقعد عليها اكتر من 5 ايام ونروح عاملين لها سونار نعمل لها انفستيجيشن فنكتشف ان ما عندهاش ديزيز اورجانيك كده دي خدت لقب ديسفانكشنال درايف بليدنج لان ديسفانكشنال درايف بليدنج سيمبلي لو احنا شخصناه علاجه ايه؟ بروجستيرون ما تشغلش مخك علاج الديسفانكشنال درايف بليدنج بروجستيرون بتوع النساء بيشخصوه كلينيكال ما بيحتاجوش ياخدوا بايوبسي لان باي ديفينيشن ايه هي البارامتر اللي تقول الست عندها لخبطه في الهرمونات وبالتالي بتنزف ان تكون واحده ست في الشايلد بيرنج بيري دورتها بتقعد عليها اكتر من 5 ايام ونتاكد ان ما عندهاش اورجانيك كوز وذاوت بايوبسي بنروح جايين على طول ومدينها بروجستيرون لان الديسفانكشن يترايم بليد اتيولوجيكال بنقسمه لثلاث مجموعات مين الهرمونات اللي بتتحكم في الدوره استروجين 2 بروجستيرون اول احتمال ان الست ديك عندها استروجين كتير لو الست عندها استروجين كتير يبقى معناها البروليفراتيف فيز بتاعتها هتطول معناها ان البيلد اب اوف اندوميتريم هيزيد فبالتالي لما يجي يشد ياخد وقت اطول اول نوع من انواع الديسفانكشن درايف بليدنج اللخبطه في الاستروجين استروجين كتير بيسموا النوع ده انوفيلاتري دب يعني ايه انوفيلاتري يعني الست عندها بليدنج بسبب زياده الاستروجين لانها ما بتبيضش يبقى الست دي كلينيكالي مشكلتها ايه؟ نمبر 1 البليدنج نمبر 2 انفيرتيليتي الست بيبقى عندها انفيرتيليتي رغم ان الست بيجي لها دوره ولا ما بيجيلهاش؟ بيجي لها دوره وبالرغم ده تاكيد للكلام اللي كنت بقول لكم زمان ومعترضين عليه هل هناك علاقه ما بين المنستريشن وما بين الفيرتيليتي؟ مفيش علاقه اهي ستة ايه بيجي لها دور وبيجي لها دم اكتر من الستات العادية وبالرغم من ذلك هذه الست از انفرتايل لانها ما بتبيضش اول احتمال من احتمالات الديسفانكشن درايف بليدنج استروجين كتير فبالتالي بيعمل اسمها بالباثولوجي عندنا بس مش مكتوبه عندكم بنسميه ديس اوردر بروليفر الانوفيلاتري دب سببه زياده الاستروجين واحنا خدنا النوبه اللي فاتت في الاندوميتريال هايبر بليزيا اسباب زياده الاستروجين ايه اشهر سبب لزياده الاستروجين الانوفيلاتري سايكل اللي احنا قلنا كومن فيسيولوجيكال اللي بتحصل انت بتحصل بيري مونوبوس لكن لو في ست صغير في التشايلد بيرنج بيري وعندها انوفيوليشن هتبريزنت باي انوفيلاتري ده تاني احتمال البي سي او اللي قلت اشرحه بعدين لان البي سي او في زياده استروجين ثالث احتمال نفس الكلام اللي قلناه لو كان عندها تيومر بيسكريت استروجين ايه التيومرز اللي خدناها بتزود الاستروجين الجرانيلوزا والثيكا ثالث احتمال لو الست بتاخد استروجين من بره رابع احتمال الاوبيستي بس ما اتكتبتش النوبات ولكن انتوا اكتبوا كل اسباب زياده الاستروجين لان في هذه الحاله في زيادة كمان الاندوكراين ديس اوردر البيتويتري والثيرويد البيتويتري ان ذا فورم اوف انكريس اوف ذا اف اتش لو زاد هيزود افراز الاستروجين الثيرويد ان ذا فورم اوف هايبر ثايرويديزم لان الثيروكس بيزود ريليس اوف استروجين ولكن اكتبوا وحدوا الكلام فاسباب زيادة الاستروجين اللي بتعمل اندوميتريال هايبر بليزيا هي اللي بتعمل لنا انوفيلاتري دب هنا السؤال ايه الفرق بقى؟ يعني الاستروجين لما يزيد يعمل ايه؟ احنا قلنا اسبابه في الاندوميتريال هايبر بليزيا وقلنا اسبابه هنا في الانوفيلاتري دب هي الفكره كلها الكميه والوقت لو زاد الاستروجين كميه قليله هيعمل ديس اوردر بروليفراتيف انوفيلاتري دب استمر في الزياده لفتره اطول يدخلها في الاندوميتريال هايبر بليزيا اللي هو نون ايتيبيكال استمر فتره اطول
يدخلها في اندوميتريال هايبر بليزيا اللي هي الايتيبيكال. استمر فتره اطول يدخلها في اندوميترويد كارسينوم. فهو سيكونس زياده الاستروجين بيبريزنت بهذه المانيفيستيشن. اول احتمال ان الاستروجين يزيد لفتره قصيره فالتالي الست تبريزنت باي انوفيلاتري دق، لان في الحالات ديت مفيش اوفيليشن فبالتالي مش هيطلع البروجستيرون، والبروجستيرون هو اللي كان بيستوب البروليفريشن اوف اندوميتري بيعمل سكريتري تشينج، فبالتالي الست هتبقى معرضه لفتره طويله للاستروجين فالاندوميتريوم هيبروليفريت لفتره طويله. واول ما الاستروجين اللي طالع من الجرانيوزا سيل الجريفيان فوليكل بتموت هيحصل له شيدنج فياخد وقت اطول لان هو قعد فتره اطول يتكاثر فيبدا يعمل لنا انوفيلاتري دق. مشكله الست كلينيكالي ان هي نمبر 1 عندها بليدنج، نمبر 2 ما بتخلفش لان هي عندها انوفيليشن. اما نيجي نبص حضراتكم على الميكروسكوب ادي ده شكل الديس اوردر بروليف. بنشخصه ازاي؟ لو حد ما عندوش خبره كلينيكيه ومش فاهم هيروح واخد بايبسي. ساعات بياخد بايبسي لان هو ما بيكونش عارف ان ده دب يعني ديسفانكشن، فباحتمال دي اندوميتريال كارسينوما وده مش كومن. لازم الدكتور يبقى عارف كومن ثينكس. ايه اشهر سبب للنزيف في الشايلد بيرنج بيريد؟ كومبليكيشن اوف بريجننسي. فبالتالي مش عارف فيروح واخد بايبسي. هنشوف تحت الميكروسكوب ديس اوردر بروليفرت. يعني ايه ديس اوردر بروليفرت؟ هنلاقي الاندوميتريال جلاند بتبقى ديس اوردر بروليفرت. يعني ايه ديس اوردر بروليفرت؟ هتلاقي في حتت الاندوميتريال جلاند متكاثره وفي حتت اخرى الاندوميتريال جلاند بروليفرت طبيعيه. يعني بالتالي استروجين زياده ولكن لسه ما زادش بكميه كبيره بحيث ان كل جلاند تتكاثر، لان لو كل جلاند تكاثرت هنشوف اندوميتريال هايبر بليزيا. فبالتالي بنشوف ديس اوردرلي بروليفريتد جلاند الاستروما بتاعتها لاك السكريتري تشينج لان مفيش بروجستيرو، فبالتالي بيبدا يحصل الريجولار شيدنج. سيمبلي الانفيلاتري دب سببه زياده الاستروجين وضغط بروجستيرو فالاندوميتريوم بيتكاثر فياخد وقت اطول في النزول. طبعا علاج الستات دي بتبقى ايه؟ بروجستيرو. او تحمل. نحملها ازاي؟ خليها تحمل ازاي؟ في معظم الاحيان بنديها كلوموفين سيترات كلوميد، لان الكلوميد هيعمل ايه؟ اوفيليشن. وانس ان هي عملت اوفيليشن هيختفي هذا الموضوع. حضراتكم سيمبلي اول احتمال للديسفانكشن اللخبطه في الهرمون زياده الاستروجين. زياده الاستروجين باسبابه بتعمل لي حاجه اسمها انوفيلاتري دق. لان الاحتمال الثاني اللخبطه مش في الاستروجين، اللخبطه في البروجستيرون. هو نورمال البروجستيرون بيطلع حضراتكم منين؟ كوربس لوتيوم. والبروجستيرون الكوربس لوتيوم نوعين، في حاجه اسمها كوربس لوتيوم اوف منستريشن وكوربس لوتيوم اوف بريجننسي. المفروض يقعد قد ايه؟ 14 يوم اللي هو بتاع المنستريشن، وفي البريجننسي 3 شهور. لو حضرتك الكوربس لوتيوم كان تعبان، يعني ايه تعبان؟ يعني بيسموه انادكويت لوتيال فيز. بدل ما يقعد 14 يوم قعد اسبوع، يبقى ساعتها الست دي يجي لها دوره كل قد ايه؟ كل 3 اسابيع. بلغه الكلينيكال دي يبقى عندها حاجه مش عليكم اسمها بوليمينوريا. يعني بيجي لها دوره كل شويه ولكن ريجولر. ده بيسموه inadequate corpus luteum اللي بيسموه ovulatory duct. ليه بيسموه ovulatory؟ لان الست عندها لخبطه في البروجستيرون، لان الكوربس لوتيوم بيتقصف عمره شورت كوربس لوتيوم، لان الكوربس لوتيوم ويك. اللي بيحافظ على الاندوميتريوم يقعد 14 يوم بعد الاوفيليشن هو الكوربس لوتيوم. فبالتالي لو اتقصف عمره هيجي لها دوره كل شويه.
فالنوع ده بيسموه اوفيلاتري دام. سببه ويك كوربس لوتير. حضرتك وطالما ما فيش كوربس لوتير يبقى بالتالي هذا الاندوميتريوم في السكريتري فيز هيبدا يحصل له شيدنج وهيبدا يقع، وبالتالي الست هيجي لها دوره كل شويه. ديس ابنورمال انتراين هيمرج، ديس ابنورمال انتراين هيمرج. والمشكله كمان لو ما نيجي نبص هنلاحظ تحت الميكروسكوب ان في لاك اوف سكريتري تشينجز، لان هو قعد اسبوع واتمنع البروجستيرون فمش هنلاقي السكريتري تشينج في هذا الاندوميتريوم اللي يحصل له الريجولار شيدنج. يبدا يسقط وما بيسقطش في يوم واحد، بيقعد يسقط على مدار 10 ايام، فبرضه يبريزنت ان ذا فورم اوف مينورجيا. هي هيجي لها دوره قصيره يعني بين البريد والبريد فتره قصيره حدود 21 يوم، ومن اول يوم هينزل فيه هيبدا يحصل لها الريجولار شيدنج، لان اول ما بيموت الكوربس لوتيوم الاندوميتريوم مش هيسقط مره واحده، بيسقط سنه سنه. مشكله الست دي بتبقى ليدي ماشي، ما هو واحد من ده. المشكله الثانيه بلاش نقول انفيرتيلتي، الست دي بتشتكي من ابورشن لانها ممكن تحمل ويحصل امبلانتيشن، ولكن قبل ما يحصل ان الحمل هيكمل الاندوميتريوم هيقع، فالست بيبقى عندها هابيتال ابورشن. وده كان زمان من اشهر الاسباب للهابيتال ابورشن، وعشان هل كان يقدروا يخلوا ينفع الست دي تكمل حمل ادوها سينسيتك بروجستيرون. انتوا خدتوا اسمه دايسايل ستيربستيرون، فاكرينه؟ ده كان بيخليها تكمل حمل. بس المصيبه كل الستات اللي خدته كملت حمل، اللي خلفوا اولاد ما حصل لهمش حاجه، لكن اللي خلفوا بنات جالهم كلير سيل ادينوكارسينوما اوف ذا فاجينا اند سيرفكس. حضراتكم ده بسبب هذا الموضوع اللي بيسموه اوفيلاتري دام، اللي بيسموه ان ادكويت لوتيل فيز، بيسموه لوتيل فيز ديفكت. لان في احتمال اخر، طبعا بعض الستات بيقول لك مانيفيست ببليدنج مفهومه اند امينوريا. تعرفوا ليه امينوريا؟ ليه عارفين يعني امينوريا؟ لان بتقعد فتره طويله الست ديك لو الكوربس لوتيوم ما وقعش مره واحده كانها بتاخد بروجستيرون كانها حامل، فبالتالي بيبدا يحصل لها امينوريا، يعني بريزنت ببليدنج وعكسه ممكن يبريزنت باي امينوريا. لو الست ما بتبيضش كويس والكوربس لوتيوم بيعيش وبيطلع بروجستيرون يكفي، الست ممكن تبريزنت باي امينوريا. لان ثالث احتمال لخبطه في البروجستيرون، البروجستيرون كتير ده بيسموه بيرزيستنت كوربس لوتيل، بيسموه بيرزيستنت لوتيل فيز. بالعقل البيرزيستنت لوتيل فيز ده لخبطه في الاستروجين ولا البروجستيرون؟ البروجستيرون، لان بدل ما الكوربس لوتيل اوف منستريشن يقعد 14 يوم يقعد 3 اسابيع، يبقى كميه البروجستيرون اللي الست طلعتها كتيره ولا قليله؟ كتيره. ولكن الوقت اتكون سكريتري تشينج والاندوميتريوم تخن لان قعد اسبوع زياده اندر افكت اوف بروجستيرون، اما يحصل له ويزدرول اما يموت الكوربس لوتيوم بعد هذه الفتره هيحصل ايه لهذا الاندوميتريوم؟ هيشد فياخد وقت اطول فيعمل مينورجيا. تو سامرايز، طبعا تحت الميكروسكوب بنبدا حضراتكم ان الكوربس لوتيوم مش بروجريس والست هيحصل لها برولونج ادمنستريشن لان قعدت اندر ذا افكت اوف بروجستيرون مش 14 يوم، قعدت 3 اسابيع. نستخلص من ذلك الوقت الديسفانكشن يترايم بليدنج ده هو عباره عن لخبطه في الهرمونات، لا اما استروجين زائد ده يسموه انا فيولاتري ضغط لان العيب عيب استروجين والاستروجين ملوش دعوه بالاوفيليشن، لا اما البروجستيرون قل وده يسموه ان ادكويت لوتيال فيز، لا اما البروجستيرون زاد وده بيسموه بيرزيستنت كوربس لوتيوم او لوتيال فيس. دي هي الاحتمالات بتاعه الديسفانكشن يترايم بليد، وكلهم عشان نوقف النزيف نديهم بروجستيرون. بتوع النساء بيعشقوا البروجستيرون، وانس ان اي ست
ما عندهاش اورجانيك جوز بيروحوا مديلها بروجستيرون يفسقوا الست بروجستيرون. البروجستيرون لازم يوقف ديس بليدنج. مشكلته كلها ان لو ادوها لفتره طويله بيخلي هذه الاندوميتريال جلاند تخش فيه اندوميتريال اتروفي، فبالتالي يطلع عليها اي نوع من انواع الاندوميتريال كارسينوم السيرس اللي هي البلبيلاري سيرس الخطير. لان في اسباب اخرى للنزيف في لوكال اورجانيك. اللوكال اورجانيك كوزس حبيبي ركز هنا يا بابا معايا. اللوكال اورجانيك كوزس ونقول الله يرحمك يا هاشم يا فؤاد. اما كان عندنا لسته من الاسباب كنا بنجمعها ونقول ايذر كونجينيك تروماتيك انفلاماتوري نيوبلاستيك اذر. هل في كونجينيتال ديزيز يخلي الست تنزف ابنورمال؟ مفيش. لان بدل كونجينيتال هنقول اشهر سبب للنزيف في اي سن كومبليكيشن اوف بريجنسي وكانوا اساتذتنا بتوع النساء بيقولوا الكلام ده. جالك واحده ست بتنزف وات ايفر سنها وات ايفر حياتها الاجتماعيه وات ايفر اي حاجه، حط في دماغك بتنزف كومبليكيشن اوف بريجنسي. بتنزف ليه؟ بتسقط. بتنزف ليه؟ بتموت. بتنزف ليه؟ عندها اكتوبيك. بتنزف ليه؟ عندها كومبليكيشن اوف بلاسينتا اللي هي هياخدها بزيكل هرمون والكلام ده كله. وات ايفر سنها وات ايفر حياتها الاجتماعيه وات ايفر اي حاجه، تشوف ست بتنزف فكر في كومبليكيشن اوف بريجنسي. طبعا مش فاهمين اللي بقوله ده. يعني تجيلي واحده مش متجوزه ولازم اكسكلود كومبليكيشن اوف بريجنسي، يو ماست دو ذس. وعشان تعرف احكي لكم قصه، يعني الاكثرهم ادبا، في اكثر قله ادب وانا مش احكي، انا احكي بس مجرد اكثر حاجه مؤدبه. يحكى في قديم الزمان اللي مش هيحط في دماغه، وانا بتكلم دكاتره، اللي مش هيحط في دماغه ان الست بتنزف كومبليكيشن اوف بريجنسي، الستات هتلبسه في الحيط. يحكم في قديم الزمان، انا كنت امتياز وكنت بقعد في اسم النساء عادي، ولو دخلتوا عيادات النساء هتلاقوا في يافطه مكتوبه فوق ممنوع دخول الرجال، وتلاقي وانا كنت قاعد على طول جوه. لو جات لنا في استقبال النساء الصبح، انا كنت بحب اقعد في النساء ليه كده عندي مهم. جات لنا الصبح، انا كنت بتعامل كنايب نساء. جات لنا الصبح الفجريه بعد الفجر على طول واحده ست عباره عن ديناصور صغير اسمها كده فظيع، والست دي داخله الاسم ووراها حنفيه دم. عادي في النساء ان ست بتنزل بحنفيه دم، ده شيء عادي. دايما لما تخشوا في النساء لازم الارض تبقى عليها دم زي ورقه الامتحان. فحضراتكم انا امتياز مش من حقي اعمل بي في. تعرفوا عن بي في؟ بير فاجينال اكزامينيشن. لان انا من حقي اخد هيستري ومش عارف ايه واكلم الواد النايب اللي كان مقلتك فوق. فخدت منها هيستري وهي داخل وراها ديناصور اكبر منها جوز ومخضوض جدا وعمال يقول لي الحقها هتموت مش عارف ايه. فقلت له طيب لحد ما هتقعد هي ايه القصه ايه الحكايه؟ قال لي حضرتك انا كنت مسافر العراق بقالي 4 سنين. الراجل مسافر العراق بقاله قد ايه؟ ده البدايه. اوعى مين؟ لا بالعكس، الراجل دي اول كلمه قالها وانا ما خدتش بالي منها اساسا. يعني طنشت، قلت له وبعدين؟ قال لي ولسه راجع امبارح. قلت له وبعدين؟ قال لي صحينا الصبح على النزيف الرهيب اللي موجود ده. فحضرتك الحق. فطبعا قعدت الست دي في الشايلد بيرنج بيلي. بس عمر الديسفانكشن ترايب بليدنج ما بريزنت بهذه الكثافه من النزيف. فاهمين اللي انا بقوله؟ الست ديك ما جوزها مسافر ولا 4 سنين. فقلت اعمل لها بي في، اتصلت بالنايب قال لي اعمله لحد ما انزل لك. وفعلا نزل. وانا بعمل لها البي في انا حسيت ان في هارد ماس. هذه الهارد ماس في السالكس حدود 9 سنتيمتر الدايمتر. انا كنت بحس
وبقول للنايم، فقال لي يا 9 سنتيمتر كانسر سيرفكس صعب قوي. قلت له لا، الماس ديت كفرد باي هير. النايم قال لي التيراتوما ما بتجيش في السيرفكس. قلت له استنى، هذه الماس لها تو لاترال بروجكشن اير بيننا لاين. قال يا حماده دي مش ماس، دي راس عين. انا افتكرت الكلمه اللي قالها جوزها. النايب جاي وما سمعش الكلمه دي من الاول، وجوزها قاعد مرتبك وخايف عليه، فراح قايل له انت مالك؟ الست الدوري دي يا ابني، وده الشو، في حاجه اسمها الشو النزيف اللي بينزل في الاول. قال له بتايه؟ بس قام عليها كالثور الهائل وهي بتنزف، قام يضربها. هي قامت عليك الثورين اللي هيدينوا كانت الموت. وعلى طول كان على فكره فيري كومن عندنا باسم الناس، فيري فيري كومن. هي المصيبه بتبقى في ايه؟ هم على مجهزه، مصيبتهم هتبقى في ايه؟ في الواد ده العيل اللي هيتولد، هيتخلصوا منه ازاي؟ زي ما كل مره بيتخلصوا منه، بتروح بعد ما بتولد تمسك الواد تسيبه في الحمام او تحت السرير وتروح خلع. مين ابوه؟ رئيس اقسام النساء. مش بهرب، انا بتكلم جد. دلوقتي ينفع واحده ست تخش تولد في اسم النساء من غير بطاقه راجل؟ لا، لازم يبقى في بطاقه راجل. ويطلعوا في التلفزيون يقول لك ياه كانت بتولد، ولا لازم تجيبي بطاقه جوزك، تجيبي بطاقه ابوكي، المهم راجل. ليه؟ ليه؟ ليه ايه؟ شوفوا اساتذه النساء والعيال اللي معاهم ماشيين بيهم لحد دلوقتي. فاول ما حصل الكلام ده رئيس القسم عرف، يعني هو لوحده ما تفهمش بيعرف ازاي. لقينا رئيس القسم فوق دماغنا. جه رئيس الاقسام وقال الست دي انا اللي هولدها شخصيا، واهم من انت ولدها الواد وام وابوه اللي هو الراجل اللي معاها دي يبقوا على باب القصر العيني قبل الواد نفسه. مين تكلفة مين أو مهمة مين يعمل كده؟ كنت أنا. فراحوا مولدينها وراحوا مديني الواد وقال لي طلعهم بره القصر العيني. فأنا شايل الواد والست أهي والراجل أهو. أنتوا عارفين أنا أحب أغلي شوية. فأقول له ده زعلان؟ والله الواد عسل. زعلان. جوز الست يقول لي اخرس. اقول لها طب يعني الراجل بيسافر بقى 4 سنين، الواد ده برضه جه ازاي يعني؟ يقول لي اتلمى. وفي الاخر رحت رامي الواد لامه وما رميتوش لابوه. لو رميته الراجل ممكن يقتله، انا ساعتها مسؤول. فحضراتكم لحد ما ايه ما حصل؟ دي على فكره دي القصه المؤدبه. في قصص ثانيه انيه. ما ينفعش. حط في دماغك. ست بتنزل. وات ايفر السن، وات ايفر الحال، كومبليكيشن اوف بريجنس، بتصعب ابورشن، عندها اكتوبيك، عندها فيزيكولار مود اتسترا اتسترا. تاني مجموعه من الديزيز اللي بتعمل ابنورمال يوتراين بليدنج تروماتيك، صح؟ بس المؤلفين ما بدوش يكتبوها. انفلاماتوري، تعرفوا انفلاميشن ريبريزنت باي بليدنج؟ يس. السيرفيسايتس والاندوميترايتس، بس كومن السيرفيسايتس. السيرفيسايتس بتبريزنت بحاجه اسمها كونتاكت بليدنج. كونتاكت بليدنج، تعرف يعني ايه كونتاكت؟ يعني ديورنج سيكشوال انتركورس جوزها يلاحظ ان في نقطه دم على البينس، ده اسمه كونتاكت بليدنج. ارجو انكم تزودوها، عيب يعني. انا اقول لك السيرفيسايتس بريزنت ببليدنج، انت في دماغك ايه نوع البليدنج ده؟ اسمه كونتاكت، ما بنشخصها لك كده. السيرفيسايتس بتبريزنت باي كونتاكت بليدنج. مش احنا قلنا في السيرفيسايتس بيبقى في اكتروبيان اوف ذا سيرفكس، فبالتالي بيبقى في كولابنر، الكولابنر ما يستحملش الاريتيشن ديورنج سيكشوال انتركورس فينزف، فتلاقي في نقطه دم، دي اسمها كونتاكت بليدنج. الاندوميترايتس مش كوملي تبريزنت باي بليدنج، ولكن ممكن، ولكن كوملي السيرفيسايتس بتعمل كونتاكت بليدنج. النيوبلاستيك التيومر سواء كانت بيناين او مالجنت، بيناين الاندوميترال بوليب تبريزنت باي ليدي.
اللايوميوما، اي نوع من اللايوميوما دي بريزنت باي بليد، الانتراميورال ولا السب سيرس؟ السب ميوكس. ايش معنى السب ميوكس؟ بتزود السيرفيس اريا في اندوميتري. كل الكومبليكيشن اللايوميوما السب ميوكس سب تايب. المالجنت كانسر سيرفكس بريزنت، كانسر اندوميتريم بريزنت، وكل انواع الساركومز اللي بتطلع من اليوترس بريزنت باي بليد. اذر اوعوا تنسوا في الاذر الادينومايوزس، هو الادينومايوزس بريزنت باي بليدنج. ليه بيبريزنت باي مينرالج؟ لان هو مايكروسكوبيك دايفرتيكولا، السيرفيس اريا زادت فتاخد وقت اطول عشان تنزل. This is the local causes. Local organic. لأن اللوكال اتنين. Dysfunctional قلنا. لخبطة في الهرمونز. Organic. Congenital. Inflammatory. Etc. Etc. لأن ممكن الست بتنزف due to general cause. تعرفوا general causes؟ هبل ونقص اتنين vitamin. فما هو الهبل؟ Hemophilia. Hypertension. Purpura. Leukemia. Lymphoma. Deficiency of vitamin K and C. محتاج بس اقول حاجة عشان دي مهمة. What is the commonest cause of bleeding in perimenopausal female؟ ايه اشهر سبب ست perimenopausal تنزف؟ Endometrial hyperplasia. ايه the commonest cause of postmenopausal bleeding؟ الendometrial atrophy. The commonest cause is endometrial atrophy. The commonest cause of bleeding in childbearing period. الضغط والcomplication of pregnancy. بس complication حطها في أي سن. يعني postmenopausal why not؟ مفيش حاجة اسمها كده. مفيش حاجة اسمها لفظ معين للمنوبوز. احنا شفنا 60 سنة حال. فبالتالي this is the commonest things. NB. لان الاندوميتريال اتروفي احنا ما قلناهوش. الاندوميتريال اتروفي هو الكومنس كوز للبليدنج في الفيميل بوست مونوبوز. لان البوست مونوبوزال الاستروجين عندهم بيقل في الكوانتيتي. بيبقى مشهور جدا هذا البوست مونوبوزال بليدنج في الستات البوست مونوبوزال بسبب ذيس اندوميتريال اتروفي. او واحده بيري مونوبوزال كان عندها هايبر بليزيا. لو عندها هايبر بليزيا بيعالجوها بايه؟ بروجستير. لو فضلت عليه فتره طويله هيعمل لها اندوميتريال اتروفي. The most common cause of bleeding in postmenopausal female is endometrial atrophy. لان الاندوميتريال اتروفي مشهور جدا في المونوبوزال لان عندهم اتروفي، او بري مونوبوزال لو عندهم اندوميتريال هايبر بليزيا واديناها بروجستيرول لفتره طويله. ساعتها هذا الاندوميتريم الاتروفيك البلاد فيس اللي فيه ضعيفه، فكل شويه تقع كل شويه تقع، فبيعمل لهم ميتراجي. لو جينا بصينا على الاندوميتريال اتروفي، ادي اللي قدامكم دي بايوبسي في الاندوميتريال اتروفي، بنلاقي الاندوميتريال جلاند ار اتروفايد، مفيش اندوميتريال جلاند. الكفرنج ايبيثيليوم بتاعها بيبقى كيوبويد، وحضراتكم البلاد فيس فيري ويك، فعدم وجود الاستروجين كفايه بيخليها تبليد كل شوية. The most important cause of postmenopausal bleeding is endometrial atrophy. أمال إيه الورست cause of postmenopausal bleeding؟ الاندوميتريال كارسينوم وليس الاندوميتريال atrophy. لكن common things are common. بتوع الناس بيشتغلوا كده. جات له واحدة في الشايلد بيرنج بيريود يتأكد إن هي مش ضب. لأن كلينيكال هو عنده كلينيكال ديفينيشن بتاعه. اكتر من 5 ايام في الشايلد بيرنج بيريد اكسكلود الاورجانيك، طلعت اورجانيك كومبليكيشن اوف بريجننسي، لقاها ان هي بيري مونوبوزال اندوميتريال هايبر بليزيا بوست مونوبوزال اندوميتريال اتروفي، ويتاكد ان هي في الاثنين ليست اندوميتريال كارسينوم. الكوزس اوف ابنورمال يوتراين بليدنج كاتيجوري. في عندنا بقى شويه موضوعات كده كاتيجوري بيها عره الفالوبيان تيوب. كده خلصنا اليوترس، هنطلع فوق انديومتر الفالوبيان تيوب. الفالوبيان تيوب ما فيهوش غير موضوع واحد اسمه السلفنجايتس والبي اي دي. لان نورمالي السلفنجايتس هي انفلاميشن اوف ذا فالوبيان تيوب، ودي عمرها ما بتحصل لوحدها، كوملي بتبقى بارت اوف بي اي دي. تعرفوا البي اي دي؟ البي اي دي هو بلفيك انفلاماتوري ديزيز. حضرتك بيبدا الموضوع الاول فاجينايتس،
سيرفيسايتس ومش كوملي اندوميترايتس. بعد كده يخش على الفالوبيان تيوب ويعمل لنا سالبنجتس. البي اي دي هو انفكشن لكل انفيمينجينيتال تراكت، بيبدا كوملي فاجينايتس وسيرفيسايتس، والانفكشن ياسنت ويعمل لنا سالبنجتس لحد ما ياخد كل الفيميجينيتال تراكت. كلينيكال بيكتشر، الستات بتوع البي اي دي بيتشخصوا حضرتك باي ذيس سيمتوم. نمبر 1 بيبقى عندهم بيلفيك بين. بيلفيك بين ان ذا فورم اوف كونجستيف ديسمينوريا، مش عليكم اللفظ. يعني الست قبل ما تبدا الدوره يبقى عندها بري منسترال تنشن سندروم، مش عليكم. لان في كونجيشن مش في انفلاميشن عندها في الحوض. اول ما الدوره تنزل الالم يخف، لان ساعتها بيقلل الكونجيشن. فدي مش بيبقى عندها ديسمينوريا، دي بيسموها كونجستيف ديسمينوريا، لان دي بيبقى عندها بيلفيك بين، بيلفيك تندرنس، وده بين ذا فورم اوف ديسبارونيا بينفول انتركورس. بيبقى عندها كمان فيبر وفاجينال ديسشارج، لان كل الفيميل جينيتال تراكت انفلينت. البي اي دي الايتيولوجي بتاعه ممكن يبقى سكشوال ترانسميتد. مين الاورجانيزم اللي ممكن ياخد كل الفيميل جينيتال تراكت ويعمل فيه انفلاميشن؟ سكشوال ترانسميتد الجونوكوكاي والكلاميديا. ممكن يبقى نون سكشوال ترانسميتد بكتيريا العاديه اللي هي اشهر حاجه الستاف الستريبت، ودي بتحصل كوملي لا اما اون توب اوف سيرفيسايتس لا اما اون توب اوف اندوميترايتس فيري، ولكن يحصل اندوميترايتس او سيرفيسايتس سيرفيسايتس بسبب سيرفايكال لاسيريشن ديورنج ليبر، او اندوميترايتس برضه بعد الولاده، فهي كومبليكيشن اوف ليبر. حضراتكم في معظم الاحيان البكتيريا لما هتطلع ثرو ذا يوترس هتيجي اكتر في اليوتر التيوب اليمين ولا الشمال؟ كوملي بتبقى باي لاترال. وهتلاقوا حضراتكم زي اي اكيوت انفلاميشن في الاول هتلاقي التيوب بقت تيكند وكونجستد ومليانه صديد. التيوبس بقت فيها صديد وتحت الميكروسكوب فيها اكيوت انفلاماتوري سيل ونيتروفيل وفازو دايلاتيشن وانفلاماتوري ايديما، وبعد شويه بتانفولف البرود ليجامنتس وتاخد التيوبس وتاخد الاوفري وتعمل لنا اوفريان ابسيس. ده تحت الميكروسكوب. الكومبليكيشن ودي مهمه، ايه المشكله يعني لما واحده ست يجي لها بي اي دي؟ ده حتى حلو. البي اي دي بيبدا اكيوت، يبقى اول كومبليكيشن كرونيك، بيعمل كرونيك بي اي دي. الكرونيك بي اي دي مشكلته حضرتك ان الانفلاميشن هيكستند للاوفري فيعمل لنا تيوب اوفريان ابس، بتبقى مالتي لوكيلر ابسس كامل. السبريد، السبريد اوف انفكشن يروح للبريتونيوم يعمل لها بريتونايتس وده يقتل. البي اي دي لو حصل سبريد اوف انفكشن والعينه كانت مناعتها ضعيفه هيعمل لها ديفيوز بريتونايتس ويموتها، لان هو من الاول بيبقى فيه افكشن البارامتر للبريتونيوم ولكن مش بكميه كبيره، لكن لو مناعتها ضعيفه يقتلها. البي اي دي توكسيميا طبعا بسبب البريتونايتس. فيري رير يحصل حاجه اسمها بايو سالبنكس. يعني ايه بايو سالبنكس؟ بايو يعني بس، سالبنكس يعني تيوب. لو هي كان عندها البي اي دي سب اكيوت الفيمبريال اند، تعرف الفيمبريال اند اوف ذا تيوب؟ تهيل باي فايبروزس والصديد ما ينزلش في البروتينيال كافيتي، يبدا يتحوش جوه الفالوبيان تيوب، فتلاقوا الفالوبيان تيوب يتحول لساك فيلد وذ بس، دي يسموها بايو سالبنكس. ممكن يحصل هيدروسالبكس لو صاب اكيوت والانفلاميشن ما كانش سبيوراتيف قوي، يبدا يتحوش السيرس ديسشارج بتاع الفالوبيان تيوب انسايد ذا تيوب ويبقى التيوب مليان ميه، ده بيسموه هيدروسالبكس. خلي بالكم البايو سالبكس والهيدروسالبكس الاثنين يبريزنت بعد فيرتيلتي، الست ما تخلفش، ودي من حالات الانفيرتيلتي اللي صعب جدا علاجها، لان الست يبقى عندها بي اي دي بريزنتد باي بايو سالبكس او هيدرو سالبكس حضراتكم دي ما بتخلفش، لان مش معنى انك تفضلها الصديد الست خفت، مش معنى انك تفضلها الميه يبقى الست خفت، لان في حركه للفالوبيان تيوب، لان الفالوبيان تيوب ده بيتحرك وقت ما بيجي الاوفيليشن يحصل هو بيمشي ويبقى عامل زي الاخطبوط كده ويحوط حوالين الاوفم عشان يعمل اوفم بيك اب، فحضراتكم دول ما بيخلفوش لو وصلنا لهذه المرحله، لان اهم من ده كله الانفيرتيلتي. البي اي دي تموت فروم بريتونايتس، ولكن المين بريزنتيشن اند كومبليكيشن از انفيرتيلتي. البي اي دي كاتيجوري بي،
البي اي دي هو انفلاميشن اوف ذا فيميل جينيتال تراكت كله. بيبدا دايما فاجينايتس وسيرفيسايتس. خطورته الاكلينيكيه انفيرتد. في حاجه اسمها تي بي اوف ذا فالوبيان تيوب تيبركلس البنجايتس، ودي سهله. التي بي يجي في الفالوبيان تيوب برايمري ولا سكند؟ سكند، ودايما سكند عن طريق بلاد. بلاد من اي حته فيها برايمري او سكندري تي بي، وساعتها هيبقى الرياكشن اكسيديتيف، فهيتكون كيزيس ماتيريال جوه الفالوبيان تيوب اللي يتحوش جوه الفالوبيان تيوب ويتنفخ الفالوبيان تيوب هنا من الصديد، يتنفخ كيزيس ماتيريال فيسموه تيوبركلس بايو سالبكس. تيوبركلس بايو سالبكس، خلي بالكم ايه الفرق بين البايو سالبكس والتيوبركلس بايو سالبكس. البايو سالبكس هو فالوبيان تيوب منفوخ صديد، اما تيوبركلس بايو سالبكس منفوخ كيزيس ماتيريال. فبالتالي ده الديفرنس ما بين اللفظين. في بقى لا ده مهم بقى، ده لازم يجي في الامتحان. ده اللي كان فيه خواجه استرالي بيقول there is no female، بحب رقم 20، there is no female above the age of 20 الا لما لازم يبقى عندها ovarian cyst. لو جبت دلوقتي السونار وحطيته على اي من الفيميل اللي قاعدين دول هطلع عندها على الاقل حويصله واحده في المبيض. يعني الاوفيريان سيست عامله زي الكرونيك بوليفاي. قلت لكم الكرونيك بوليفاي بنقسمها ليه؟ نون نيو بلاستيك ونيو بلاستيك. فالاوفيريان سيست الحويصلات في المبيض نون نيو بلاستيك ونيو بلاستيك. هيجي لك سؤال في الامتحان كده، انيوميريت the ovarian cyst. Enumerate the ovarian cyst. أو discuss the ovarian cyst. زي بالظبط السؤال بتاع enumerate أو discuss colonic polypoid. لأن نفس التقسيمة. الـ ovarian cyst في معظم الأحيان بتبقى non-neoplastic. وكل الـ non-neoplastic are not precancerous. كل الـ non-neoplastic are not precancerous. لأن في الكولونيك بوليفاي كان كل النت نيوبلاستيك ار نت بريكانسس اكسبت سودو بوليب اوف انسيراتيف كولايتس. لكن في الاوفيريان سيست ويصلات المبيض كل النن نيوبلاستيك فانكشنال سيست ار نت بريكانسس. لأن السرطان في الاوفري از رير، الكانسر اوف ذا اوفري از رير بالمقارنة بالكانسر ان تيستس. أول نوع من non-neoplastic functional ovarian cyst الصورة اللي قدامكم دي. مبيض الست بيحتوي على 400 جريفيان فوليكل، 400 جريفيان فوليكل وهي أدلت both ovaries. فبالتالي theoretically لو ست تخلف أكتر عدد تخلفه 400 طفل. لكن هل يعقل بيحصل ovulation من 400 جريفيان فوليكل؟ نو no. لان يبقى في جريفيان فوليكل ما فيهاش ريسبتور اوف اف اتش والال اتش بالذات. فهذه الجريفيان فوليكل بتبقى الاوفا من اللي جواها اتروفايت بتموت، فما تبقى لو تعرف الجريفيان فوليكل مكونه من ايه. جريفيان فوليكل فيها الاوفا من جوه، حواليها في خلايا اسمها جرانيلوزا اللي هي بتسكريت استروجين. لو في مع الكل شهر في جريفيان فوليكل ما حصلهاش اوفيوليشن، بيبدا هذه الاوفم تابزورب وتسيب لنا سيست. هذه السيست مكونه من جرانيلوزا سيل، بيسموا دي فوليكولار سيست. الفوليكولار سيست سببها ان رابتشر جريفيان فوليكل، يعني فيلر اوف اوفيوليشن في هذه الجريفيان فوليكل. هذه السيست بتبقى لاين بايه؟ جرانيلوزا وبتكونتين كلير فلويد. هذا الفلويد بيحتوي على يا جريز طلعي استروجين. دي اسمها فوليكولار سيست. ما فيش فيميل الا لما الاقي في اوفري من عندها 1 اور 2 فوليكولار سيست، لان دي سنجل، لان مش كل الجريفيان فوليكل في الفيميل بيوفيليت. ده السنجل المالتيبل بتاعه حاجه اسمها البي او سي بوليسيستيك اوفاريان ديزيز بي سي او.
اللي اسمه شتاين ليفنسال سندروم. حال الوقت اقول لكم يعني ايه بوليسيستيك اوفاريان ديزيز. البوليسيستيك اوفاريس ايه فكرته؟ البوليسيستيك اوفاري هو ازاي بيحصل اوفيليشن؟ Under the effect of LH surge, the Graafian follicle بتمشي من المدلة تروح للكورتكس وتخرم الأوفري. مفيش باب بيتفتح لها. The exact etiology of PCO is unknown. ولكن بيقول إن الكبسول بتاع الأوفري تخين بيبقى فيه هايبرثيكوزس. فيه كسل فيه كتير. فبالتالي ما بيعرفش يفرقع. فبالتالي كل الجريفيان فوليكل بتتحول انتو فوليكلر سيستم. لان الاوفم اللي جواه مع كل شهر بتروح عشان تفرقع وما تعرفش. فبالتالي الاوفم بتابزور وتسيب لنا مالتيبل فوليكلر سيستم. هو ده فكرة البي سي او. البي سي او او شتاين ليفنسال سندروم يعني اتنين علماء وصفوه ما كانوش شغالين مع بعض. في نفس الوقت في نفس اليوم كتبوا البيبر. فتسمى شتاين ليفنسال سندروم. الشتاين ليفنسال سندروم هو المالتيبل بتاع الفوليكولار سيستم. وهذا السندروم بتوع النساء يعرفوه باسم سوها. سوها ايه سوها دي بقى؟ واحده اسمها سوها. ايه المشكله؟ لان السندروم ده مكون من هذه الكلمات. اول كلمه سوها لما الست عندها ستيريليتي. تعرف الستيريليتي؟ ما تخلفش. ليه ما تخلفش؟ ما عندهاش اوفيليشن لان مفيش حاجه بتحصل طبيعي. الاو اوبيزيتي تلاقي الستات بتاع البي سي او تخان بس لهم طريقه في التخن بيبقوا ستاكي. عارفين يعني ستاكي؟ في ست تبقى تخينه كده بس مقلوظه يعني ما احنا اقول طيب. هل الكلام ده مهم؟ ده مهم جدا كلينيك. الست اللي انت تعرف ان عندها بي سي او تبقى ستاكي. يعني ايه ستاكي؟ مربعه حاجه كده يعني فيش اي بروزات. لان الاستاكي ده الاستاكي ده بيبقى دليل شويه على الاندروجين. بيبقى عندهم اندروجين لان في البي سي او بيبقى فيه ديفكت في الاروماتيز انزيم. مش مهم. اول اس بيبقى عندهم ستريت. الاو اوبيزيت. الاتش هيرشوتيز. الستات بتاع البي سي او بيبقى عندهم هيرشوتيز. تعرف عن ايه هيرشوتيز؟ هيرشوتيزم هو طلوع الهير في الميل سكس اريز. تلاقي في ميل وطلع لها شعر في صدرها. بيطلع لها شعر في وشها في منطقه الدقن والشنب. لكن في ميل يطلع لها شعر في ايديها ورجليها ده طبيعي. ده مش هيرشوتيزم. الهيرشوتيزم لازم يطلع في ميل سكس اريز. وده دليل على زياده اندروجين. البي سي او بيبقى جينيتيكلي معروف في ديفكت في الاروماتيز. فكل الاستروجين بتاعها بيتحول انتو اندروجين. سوها. لان هيجي يقول لك مين هو البي سي او؟ البي سي او سوها. واحد كلينيكال ستريليتي. او اوبيست. اتش هيرشوتيز. ايه بيبقى عندها اوليجو او امينوريا. اوليجو او امينوريا. ده طبعا اسوشيتد باي بوليسيستيك اوفري. يعني تلاقي الاوفر بتاعها مليان مالتيبل سيست. الاوفر اليمين ولا الشمال؟ الاثنين. في انواع كتير من البي سي او ولكن الكومن الاثنين. اما نيجي نبص على الاوفري بتلاقي حضرتك ان الاوفري توايس النورمال سايز. لان كل الجريفيان فوليكل بتتحول انتو تحول انتو فوليكلر سيست. بتبدا تمايجريت وتيجي عند منطقه الكبسول ما تعرفش تخرمه لانه تخين. فتتحول لفوليكولار سيست في منطقه الكورتكس سب كورتيكال. فعشان كده بيبقى له منظر مهم جدا بيعرفوها بيها بالسونار. انك تلاقي اوفري والاوفري فيه مالتيبل فوليكولار سيست. بيسموها ايه بتوع النساء؟ انتوا مش تعرفوا المعنى دي. بيسموها فون درام ابييرنس. فون درام. تعرفوا الفون درام؟ زمان التليفونات كان لها قرص. والقرص ده فيه خرام عشان تحط صباعك وتضرب الرقم. الصوره اللي قدامك تشبه الفون درام. بيسموها فون درام ابييرنس. وفي ناس بتوع النساء يقول لك لا دي مش فون درام. تقول له امال ايه؟ يقول لك نيكلس ابييرنس. تعرف عن ايه نيكلس؟ اللي هو النيكلس عارفينه العقد تحت الميكروسكوب بتبقى عباره عن فوليكولار سيست عاديه.
ولاين باي جرانيلوز، وفي كمان حواليها تيكا انترنا اللي هي الهايبرثيكوزس. حضراتكم السنجل فوليكولر المالتيبل بتاعها بي سي او بوليسيستيك اوفاريان ديزيز شتاين ليفنسان. الناس اللي بتتكلم الجو حر وبنخلص في المنهج والفيميل مهمه واز يو لايك، انا مش هقول لحد ما تتكلمش وهشرح على طول. في عندنا كمان السنجل كوربس لوتيام سيستم. انتوا عارفين ان الكوربس لوتيام اتنين، في حاجه اسمها كوربس لوتيام اوف منستريشن وكوربس لوتيام اوف بريجننسي. اللي بنتكلم عنه دلوقتي هو الكوربس لوتيام ميلي اوف بريجننسي، لان الكوربس لوتيام اوف بريجننسي بيقعد قد ايه؟ 3 شهور لحد ما البلاسينتا تتكون يفرز بروجستيرون. من انواع الفانكشنال سيست اللي هي مش تيومر يعني، حاجه اسمها كوربس لوتيام سيست، لان ده عباره عن سيستك فاليديشن اوف كوربس لوتيام اللي هو حضرتك اوف بريجننسي، يعني ده اللي بيقعد فتره طويله وفيري كومن يحصل فيه انترا سيستك هيموريدج فيبريزنت باي اكيوت ابدومين. فنروح نحط السونار على المبيض نلاقي فيه سيست والست بيبقى عندها سيفير بي، ده اسمه كوربس لوتيام سيست. لو خدوا منه بايوبسي، عقبال يا رب ما يشيلش شربات فرح، لو خدوا منه بايوبسي، وانت كمان هشيل شربات فرح، حاضر خليه معاك. لو خدوا منه بايوبسي هيلاقوا السيست دي لاين بايه؟ طب هي الفوليكولر البي سي او لاين بايه؟ بالجرانيلوزا. امال الكوربس لوتيام سيست لاين بايه؟ ليتنايز جرانيلوزا، لان اللي بتطلع الاستروجين هي الجرانيلوزا، اللي بتطلع البروجستيرون ليتنايز جرانيلوزا، تبقى خليه كبيره عامله زي خلايا الكبد ويبقى فيها فيري كومن الهيمرج فتبريزنت باي اكيوت ابدوم. ده السنجل. المالتيبل بتاعه، المالتيبل بتاعه بيسموه الثيكا لوتين سيستم. يعني مالتيبل كوربس لوتير، هو ينفع الست يبقى عندها مالتيبل كوربس لوتيام؟ انتوا فاهمين اللي انا بقصده؟ مفروض لو في كوربس لوتيام اوف بريجننسي يعني الست حامل، هل ينفع والست حامل تحمل تاني؟ في حاجه اسمها فيتو ان فيتو امبلانتيشن، الحيوانات فيها، الحيوانات فيها فيتو ان فيتو امبلانتيشن، يعني ينفع حيوانه تبقى حامل وتتلقح وتحمل تاني وتولد بعد اسبوع وبعديها باسبوعين تولد وبعد، فاهمين حاجه؟ بعض الحيوانات فيها كده، لكن البني ادمين ما فيهمش كده، لان وانس ان الست حملت بيطلع هيومن كوريونيك جينادوتروبين يستوب الاوفيليشن، فالست ما ينفعش تحمل تاني. طيب لو طلع كميه رهيبه من اتش سي جي، يعني ايه كميه رهيبه؟ يعني باثولوجيك، دي بتعمل ايه؟ بتعمل مالتيبل اوفيليشن. انتوا عارفين لما بييجوا يعملوا الاكسي وياخدوا بويضات من ست عشان يلقحوها بياخدوا كام بيضه؟ بياخدوا 20. بياخدوا 20 ايه؟ في المره ياخدوا 20، بياخدوا بتاع 5 6 10 20، دي واسعه قوي. ازاي يخلوها تبيض اكتر من بيضه في نفس الوقت؟ بيدوها اتش سي جي، اف اس اتش اللي بيدوها لها، بيدوها اتش سي جي. ال اتش سي جي اللي هو هيومن كوريونيك جونادوتروبين، ال اتش سي جي الفسيولوجيكال ليفل ستوب اوفيليشن، ان باثولوجيكال ليفل يعمل مالتيبل اوفيليشن. فلو حصل مالتيبل اوفيليشن هيتكون مالتيبل كوربس لوتيام سيست، وساعتها بنسميها ثيكا لوتين سيست، لان حضرتك وهذه الثيكا لوتين سيست هي المالتيبل كوربس لوتيام سيست. ودي كاركترستيك ان كميه الاتش سي جي في دم الست دي عالي، يعني عندها جيستيشنال تروفوبلاستيك ديزيز، يعني عندها ديزيز في البلاسينتا هناخده النهارده اسمه فيزيكولار مول او كوريو كارسينوم، لان هي دي اللي بتبقى اسوشيتد بباثولوجيكال ليفل اوف اتش سي جي. لحد دلوقتي انا قلت ان الفانكشنال نان نيوبلاستيك اوفيريان سيست اربعه، السنجل فوليكولار والمالتيبل بتاعها بي سي او، السنجل كوربس لوتيام والمالتيبل بتاعها
في كاليوتين سيست اخر واحده سنجل بس او مالتيبل تيجي الاثنين حاجه اسمها الشوكليت سيست تعرفوا الشوكليت سيست الاندومتريوتيك سيست ده اوفاريان اندومتريوزس بتبقى عباره عن سيست فيلد وذ اولتر منسترال بلاد اللي بيسموه شوكليت سيست لازم تعرفوا اسامي النن نيوبلاستيك فانكشنال اوفاريان سيست لان ما لهمش غير خمس احتمالات سنجل فوليكولر المالتيبل بي سي او سنجل كوربس لوتيم المالتيبل فيكالوتيم اند لاستلي تيجي سنجل او مالتيبل الشوكليت سيست هو الفكره ازاي بتوع النساء يعرفوا ان دي نيوبلاستيك ولا نون نيوبلاستيك هو بتوع النساء بياخدوا منها بايوبسي لا طبعا بالفيجو في رقم بيعملوا سونار على الاوفري لو كانت السيست اقل من 5 سنتي تبقى نون نيوبلاستيك تبقى فانكشن اكتر من 5 سنتي تبقى نيوبلاستيك التفرقه ما بينهم كلينيكال بالسايز لان اي فيميل اي فيميل لازم يبقى اتليست عندها 1 سيست ان هير اوفري والتفرقه ما بين النيوبلاستيك والنون نيوبلاستيك بالسايز اقل من 5 تبقى نون اكتر من 5 تبقى نيوبلاستيك لان ايه النيوبلاستيك سيست النيوبلاستيك سيست دي طبعا الاندوميتريوتيك الشوكليت سيست شفتوها قبل كده السيست مليانه شوكولاته لان النيوبلاستيك هي تيومر لا اما بيناين تيومر زي السيرس سيستادينوما او الميسيرس سيستادينوما اللي هنشرحهم لا اما مالجننت زي السيرس سيستادينو كارسينوما والميوسينس سيستادينو كارسينوما لا اما تبقى تيراتوما لان التيراتوما بالذات هي الماتيور سيستيك تيراتوما دي انواع السيست اللي ممكن تطلع في الاوفر نون نيوبلاستيك ونيوبلاستيك والتفريق ما بين النون نيوبلاستيك والنيوبلاستيك ان كلينيكال باك جراوند بيبقى بالسايز وليس بالبايوبسي احنا بنضحك على بتوع الباثولوجي اللي يشيلوا بتوع النساء اللي يشيلوا الاوفري ونلاقي ان المشكله كان عندها كوربس لوتيم سيست ده مصيبه معنى انك شلت سيست انت شاكك ان هي نيوبلاستيك وتطلع فانكشنال ده مال براكتس اصل هي عندها كوربس لوتيم سيست معناها ان هي ايه؟ حمل ياما حصلت بتحصل فما بيفرقوش ببايوبسي ويجوا بتوع النساء يعملوا معانا مشكله مش انتوا قلتوا لنا والله لو انت متربي مع السرطان مش من حقك تقول ده سرطان ولا مش سرطان لما تاخد منه بايوبسي واكسبر باثولوجيست يقول لك على كده ايوه بس احنا قبل ما قلنا لك الكلام ده علمناك ان الاوفيريان سيست فانكشنال يعني ما تاخدش منها بايوبسي امال اشخصها ازاي بالسايز اكوردنج للفيجو لو لقينا السايز اقل من 5 موست بروبابلي دي فانكشن واعمل لها فولو اب اعمل لها فولو اب بس ما تشيلش لو هي دي اللي كنت شايفها اقل من 5 كبرت وعدت الخمسة ساعتها اخش شيل لان هتشيل ايه انت هتشيل اوفر فبالتالي الفرق ما بين الفانكشن والنون فانكشن دي المفروض كانت تتكتب التفرقه ما بينهم بالسونار بالسايز وبعد كده ناخد بايوبسي عشان نعرف ايه نوع النيوبلاستيك دي مالجنم طبعا تيومر ديس اكشن سيرس ستادل كارسينوما اند لاستلي تيراتو الجلد هيبدا والله معايا كتير شباكوا بعيد وطيبين قوي معايا كده الاوفيريان تيومرز خلي بالكم الاوفيريان تيومر احنا خلصناها ازاي؟ لان احنا خدنا التستيكولار تيومر فاكرين؟ لان التست والاوفري الاثنين حضراتكم طالعين من الجونات فالتيومر اللي بتطلع هنا هي التيومر اللي بتطلع هنا ولكن الفرق في الكلمه اللي هقولها من تاني لو لقيت ورم في خصيه راجل في معظم الاحيان مالجنت وطالع منه جيرم سيل لو لقيت ورم في مبيت ست في معظم الاحيان بيداي وطالع من نوت جيرم طالع منين من السيرفيس ايبيثيليا حضراتكم تقسيمه الاوفيريان تيومر التقسيم عليكم لازم تحفظوها لان في تقسيمات هيجيبها لك في الامتحان منها التستيكولر منها الاوفيريان
منها البون منها البرين. التقسيمة لازم تحفظها لأن التقسيمة هيستولوجيكال على حسب طالعة منين. لو جينا بصينا للأوفري ادي اللي قدامكم ده تركيب الأوفري الأوريجين بتاعه. الأوفري طالع من البونات ففي جيرم سيل والأوفري زي الجونات حواليه 6 كورد سترومال سيلز والأوفري متغطي بحاجة اسمها سيرفيس إيبيثيليوم. فبالتالي دي المجموعات اللي بيطلع منها الأوفريان تيومر. ولكن أشهر مجموعة من التيومر بتطلع من السيرفيس إيبيثيليوم لأن السيرفيس إيبيثيليوم تيومر بنرجع نقسمها إلى بيناين وبوردر لاين ومالجننت على حسب طلع منين. لأن السيرفيس إيبيثيليوم بتاع الأوفري له كل القدرة إن يديك أي نوع إيبيثيليوم إنسايد الفيميل بلبس لأن ده سيروزا. والسيروزال سيل إيبيثيليال ولا ميزينكايمال؟ السيروزال سيلز إيبيثيليال ولا ميزينكايمال؟ والإجابة سيروزال. يعني تقدر تديك أي نوع إيبيثيليال إنسايد الفيميل بلبس. فممكن تقلد الفالوبيان تيوب. إيه نوع الإفراز اللي بيفرزه الفالوبيان تيوب؟ فتديك سيروس تيومر. يقلد الإندوسيرفيكال جلاند في السيرفكس. إيه نوع الإفراز بتاع الإندوسيرفيكال جلاند نابوثيان جلاند؟ فيديك ميوسينس تيومر. يبدأ يقلد الاندوميترويد يسكريت بلد فيديك اندوميترويد تيومر. يبدأ يقلد الترانزيشنال ايبيثيليوم بتاع البلادر فيديك برينر. وطول عمر اقول البرينر بحرف البي بناين بحرف البي بيقلد البلادر بحرف البي. دي كلها اسمها سيرفس. السيرفس فيه سيرس وميوسينس واندوميترويد وبرينر لأن كل واحدة أو مجموعة من دول بنقسمها بيناين بوردر لاين ومالجنت. لأن ممكن يطلع جيرم سيل تيومر عاملة بالظبط زي هناك في التستس. كان مين أهم جيرم سيل تيومر في التستس؟ كلاسيك سيمينوما. لو شفت سيمينوما في مبيض ست يبقى اسمها دي جيرمينوما. تعرفش تفرقهم جروس دي ولا مايكروسكوب. وهناك نفس النظام يديك تراتوما جروب ماتيور والماتيور يوكساك تيومر امبريونال كارسينوما اند اتسيتر. والسكس كورد سترومال تيومر زي هناك. لكن مين اشهر سكس كورد سترومال تيومر هناك؟ في التستس سيرتوري لايد. لكن هنا الاشهر جرانيلوز والثيك والجرانيلوزا ثيك. لكن يطلع سيرتوري ولايد عادي ايه المشكله ويطلع فايبروما. وممكن يبقى تيومر متاس. لازم حضراتكم تحفظوا التقسيم اللي انا هبدا بيه. هي اهم تيومر السيرفيس ايبيثيليال تيومرز. عشان تعرفوا السيرفيس ايبيثيليال تيومر ادي ده الجيرم سيل اللي هي الاوسايت الجريفير فوليكل. دي جرانيلوزا دي الثيكا سيل ده السيرفيس ايبيثيليال. السيرفيس ايبيثيليوم له القدره ان يندرجو ميتابلاستيك تشينج ويتحول لاي نوع ايبيثيليوم انسايد الفيميل بلفس. ليه؟ لان حضرتك نورمالي ديورنج الاوفيليشن هو ما بيحصل اوفيليشن الاوفم بتطلع من الاوفري في باب بيتفتح لها امال بتعمل ايه؟ بتراكشر بتيريتيت ذس سيرفيس ايبيثيليوم. وعشان يستحمل الاريتيشن بيبدا يتحور يتحور لاي نوع ايبيثيليوم انسايد الفيميل بلفس فيبدا يطلع منه السيرفيس ايبيثيليال تيومرز. وعشان كده كانوا بيقولوا معظم السيرفيس ايبيثيليال تيومر بتطلع في السن الصغير ولا السن الكبير؟ ليه السن الكبير؟ لانه له علاقه بالاريتيشن. لان هي عشان تتحور محتاجه يبقى حصل اوفيليشن بالعقل. السيرفيس ايبيثيليال تيومر مشهوره في الستات اللي بتخلف ولا ما بتخلفش؟ اللي تخلف اللي عندها اوفيليشن. مش معنى ان هي تخلف ممكن يبقى عندها اوفيليشن ومش متجوزه. ولكن اللي يهمنا اللي بيحصل عندها الاوفيليشن لان ده الاريتنت اللي بيحصل للسيرفس ايبيثيليال سيل. فساعتها تقدر تتحور وتديك اي مجموعه من التيومر اللي انا قلتها. فتتحور وتديك سيرس تيومر. يعني ايه سيرس تيومر؟ بتقلد مين؟ فالوبيان تيوبس. لان الفالوبيان تيوب خلايا بتبقى كيوبويدال وسيليتد وبتطلع ميه. اللي نرجع نقسمها بيناين بوردر لاين وماليجنت فبيسموها سيرس تيومر لان هي بتسيميليت الفالوبيان تيوب.
تديك ميوسينس تيومر بتسيميليت الاندو سيرفايكال جلاند، لان ده بيطلع ميوكس. بتطلع الاندوميترويد تيومر اللي هي بتشبه الاندوميترويد كارسينوما اللي احنا خدناها. بتطلع البرينر اللي بيقلل الترانزيشنال ابيثيليوم اوف ذا بلادر، لان كل واحده من دول بنقسمها بيناين بوردر لاين اند بنيجنت. فدي المجموعه الجديده على التستيكولار تيومر. لان اول حاجه حضراتكم هناخد هذا الجدول البيناين سيرفيس ابيثيليال تيومر. البيناين سيرفيس ابيثيليال تيومر انا خلصتها لو ركزت في اللي قلته. كل واحده منهم بتقلد مين؟ البيناين او السيرفيس ابيثيليال تيومر على حسب السيلف اوريجين في سيرس وميوسينس واندوميترويد وبرينر. هنبدا الاول بالسيرس، هنقارن ما بينهم. اول حاجه الانسنس. حضراتكم السيرس تيومر هي الكومينست، يعني من الاوفيريان تيومر سيرفيس الكومينست السيرس. السيرس تيومر هي الكومينست. واهم حاجه هي السيرس دي بتقلد مين يا جدعان؟ عندنا كام فالوبيان تيوب؟ يبقى السيرس تيومر كوملي يونيلاترال ولا باي لاترال؟ كوملي بتبقى باي لاترال. يعني لو جيتوا بصيتوا على هذا التيومر، ادي اللي قدامكم يترس، وادي قدامكم هنا باي لاترال سيست، واكيد انتوا عارفين ان حجمها اكتر من 5 سم. يبقى دي بالعقل سيرس سيستادينوما ولا ميوسينس سيستادينوما؟ سيرس، لان السيرس تيومر كامل اللي تبقى باي لاترال. ليه باي لاترال؟ بتقلد الفالوبيان تيوب. السيرس تيومر كاملي باي لاترال، وهي اشهر نوع من انواع الاوفيريان نيوبلاستيك سيست، اشهر نوع من انواع السيرفيس ابيثيليال تيومر. اما نيجي نبص عليها، راجع الجدول اللي انتوا عاملينه وعاوزين تصوروه. قال هنشيل الاول سيرس ثم ميوسينس ثم كذا ثم كذا. السيرس تيومر هي الكومينست بناين سيرفيس ابيثيليال تيومر، فريكوينتلي كوملي بتبقى باي لاترال. اما نيجي نبص عليها جروس بتبقى عباره عن سيست. هذه السيست بتبقى دايما يوني لوكيلر، ودي تحتيها 7000 خط. يعني ايه يوني لوكيلر؟ يعني بق واحد. السيست عباره عن حويصله، فما تقطع فيها كات سيكشن تبقى عباره عن اليومن واحد، لان نورمال الفالوبيان تيوب برانشد ولا سنجل يومن؟ سنجل. فالسيرس تيومر بتبقى حضرتك يوني لوكيلر. ادي اللي قدامك ده سيرس سيستادينوما. طب وعرفت ازاي ان هي سيرس؟ في ناس في دماغها بهبل برضه، لان احنا عندنا جراد سيرس سيستادينوما وعندنا ميوسينس سيستادينوما في الاوفري. فتيجي تقول لي الوقت تفرق ازاي بين السيرس والميوسينس؟ يقول لك اللي مليانه ميه سيرس واللي مليانه ميوكس ميوسينس. ده حيوان، لان ده زي بالظبط اللي قال لك الهيدرونفروزس ميه والبايو صليد. لان اي سيستم بنحطها في جار بنفتحها، فاللي كانت مليانه ميه فضينا الميه، واللي كانت مليانه ميوكس فضينا الميوكس. التفرقه ما بينهم بايه؟ باللوكيوليشن. اللي قدامكم دي اما فتحتها بق واحد ولا مالتي لوكيلر يوني؟ يبقى دي سيرس، لان السيرس مش كوملي تبقى بدانكليت، يعني ما بنلاقيش. ممكن يبقى لها بيدك بس مش لازم. اهم كلمه الاوتر سيرفيس سموث والانر سيرفيس سموث، ولكن ممكن يلاقي فيه بابيلي بيقلد الفيمبريال اند وفالوبيان تيوب. فلو لقينا فيها بابيلي من جوه ما نقلقش، ونسميها بابيلاري سيرس سيستادينوما. ده الجار اللي عندكم. الميوسينس مش كومن يبقى فيها بابيلي، ولو لقينا بابيلي جوه في الميوسينس تبقى بوردر لاين على طول. السيرس تيومر كومنلي باي لاترال. ليه باي لاترال؟ بتقلد الفالوبيان تيوب. جروس السيست بتبقى يوني لوكيلر. يعني ايه يوني لوكيلر؟
يعني سنجل. دايما كنا بنحفظ العيال نقول له سيرس سنجل يومن يعني يوني لوكيلر. الميوسينس مالتي لوكيلر مالتي باليومن. ممكن يبقى لها بيديكل بس مش كامل. الاوتر سيرفيس سموث، الانر سيرفيس سموث، لكن ممكن يلاقي فيها بابيلي لانها بتقلد الفالوبيان تيوب فيمبريال اند، وساعتها يبقى اسمها بابيلاري سيرس ستادينوم. اما نيجي نحطها تحت الميكروسكوب بتقلد الفالوبيان تيوب، فيبقى عباره عن السيست وول لاين باي لاين باي اوبويدال او فلاتن سيلز وذ سيليا، لان بالظبط بتقلد الفالوبيان تيوب. This is the serous tumor. A serous tumor بتقلد الفالوبيان تيوب. فاوصف شكل الفالوبيان تيوب يطلع لك شكل السيرس تيوب. ايه المشكلة اما واحدة ست يبقى عندها سيرس تيومر؟ ده حتى حلو. لا مش حلو، لان حضرتك في معظم الاحيان حجمها كبير، في معظم الاحيان في الريتيشن، فبالتالي بسبب الحجم الكبير يبقى تعمل بريشر افكت، تضغط على الريكتم فالست ما تعرفش تتبرز، تضغط على اليوري بلادر فالست كل شويه تتبول او يحصلها اوبستراكشن. اخطر كومبليكيشن دي كومنست، مش اخطر كومبليكيشن، يحصل لها بريشر افكت لان الحوض از جارد، لو طلع فيه حاجه بتروح سداه. نمبر 2 مالجنان ترانسفورميشن. المالجنان ترانسفورميشن ان سيرس تيومر از كومن، وبنعرفه ازاي؟ بنعرفه بالكومبلكسيتي اوف بابيلي. كل ما المابيلي تزيد اكتر يبقى الانسيدنس ان هي تقلب سرطان اكتر. دي از ريجارد السيرس تيومرز بتقلد الفالوبيان تيوب. لان الاحتمال الثاني الصوره دي، دي الميوسينس تيومر. الميوسينس تيومر هي السكند موست كومن بيناين اوفيريان سيرفيس ايبيثيليال تيومر. الميوسينس تيومر عكس السيرس، هي بتقلد مين؟ بتقلد مين؟ الاندو سيرفايكال جلاند. السيرفكس سنجل ولا مالتيبل؟ سنجل. في معظم الاحيان التيومر بيبقى يوني لاترال، بيبقى يوني لاترال. يعني ايه يوني لاترال؟ في اوفري واحد. جروسلي نفس اللي فات بتبقى عباره عن سيست، ولكن هذه السيست اما نعمل لها كات سكشن، ها اللي قدامكم دي يوني ولا مالتي لوكيلر؟ مالتي لوكيلر. في الجراد يفرقوا ازاي بين السيرس والميوسينس؟ الكات سكشن السنجل يوم سيرس الاسم على اس، المالتي لوكيوليشن مالتي لوكيلر ميوسينس. مفهوم اللي بقوله؟ فدي مالتي لوكيلر اللي قدامكم السيست دي بق واحد ولا بقاء؟ مالتي لوكيلر لانها بتقلد البرانشنج اندو سيرفايكال جلاند، بتبقى مليانه بميوكويد سبستنس. الاوتر سيرفيس سموث ولكن مش كوملي، مش كوملي يبقى فيها بابيلي. لو لقيت بابيلي جوه ميوسينس ده انديكيتيف ان دي بوردر لاين. لو لقيت بابيلي جوه سيرس ولا حاجه بيناين. لكن لو لقيت بابيلي جوه ميوسينس، يعني الميوسينس ما بتقلدش الفيمبريل اند، حضراتكم التيومر ممكن يبقى بدونكليتد جروسلي، يبقى له بيديكل يعني لف، وعشان كده بيخلي الميوسينس تيومر اخطر من السيرس. لان الميوسينس تيومرز ممكن يحصل فيها تورشن لان بيبقى لها بيديكل، اما السيرس مش كوملي تبقى بدونكليتد. اما نيجي نبص عليها تحت الميكروسكوب ادي ده شكلها، بتقلد بالظبط الاندو سيرفايكال جلاند، فيبقى سيست وول لاين باي كولامنر ميوسين سيكريتنج ابيثيليوم زي بالظبط النابوثيان جلاند. وبتلاقوا النيوكلياي كولامنر بيربنديكولار على البيز، يعني ما فيهاش ايتيبيا، يعني دي اسمها الميوسينس تيومر. السيرس كانت لاين بايه؟ فلاتنت كيوبويد. اما الميوسينس كولامنر لانها بتقلد الاندو سيرفايكال، هناك بتسكريت سيرس لكن دي بتسكريت ميوكس. ايه المشكله في الميوسينس تيومر؟ مين اخطر؟ مين عدد كومبليكيشن فيها اكتر؟ الميوسينس.
لان الكومبليكيشن في الميوسينس في الجدول لحد هنا يعني دول ما لناش علاقه بيهم هتشوفوا دلوقتي. الميوسينس تيومر هي السيرس كانت بتعمل ايه؟ بريشر افكت واخر حاجه مالجنت. هنا بيزيد عليها تو كومبليكيشن في النص تورشن اوف بيديكل. طب اشمعنى دي؟ قلنا بيحصل فيها كوملي تورشن اوف بيديكل، السيرس مش كومن لان دي في معظم الاحيان بتبقى بدانكليتد، فبسهوله جدا يحصل تورشن اوف بيديكل. لو حصل تورشن اوف بيديكل ودي مشهوره تبقى واحده ست عندها ميوسينس سيست دينوما وهي مش دريانه لسه ما كبرتش، لان لو كبرت قوي ما ينفعش تلف تجري ورا اوتوبيس دب البيديكل يروح لافف. مين اللي هيتقفل الاول الارتري ولا الفين؟ هيتقفل الاول الفين، فتروح السيست مربشره وتعمل انترا بيرتينيال هيموريج اسايتس اند شوك والطب ميته، لان بسبب هذا التورشن بتقع ميته لان بيبقى معاها سيفير انترا بيرتينيال هيموريج ويدخلها في شوك. اشمعنى دي قلناها كومن في الميوسينس مش في السيرس؟ لان دي دايما الميوسينس بتبقى بدانكليت عامله بالظبط زي الاندو سيرفايكال بوليب اللي احنا خدناها. الاندو سيرفايكال بوليب كان لها بيديكل لان في ميوكس والميوكس بيكبرها مش مجرد بروليفريشن اوف سيلز وخلاص. تاني حاجه ممكن ترابشر بس هنا الكونتنت ميوكس ففجاه تتملي البريتونيال كافيتا باي ميوكس فتعمل لنا حاجه اسمها السودو ميكزوما بريتونال. ودي انا قلتها قبل كده وما كانتش مكتوبه عندكم. في رير كونديشن مالجنانت تيومر اكستريملي رير اسمه ميكزوما بريتوناي. ميكزوما بريتوناي ده فيري رير مالجنانت تيومر، ولكن في كونديشن ان يبقى في ميوكس يفرقع جوه البريتونيال كافيتي وليس تيومر، ده اسمه سودو ميكزوما بريتوناي. لان اي سيست مليانه ميوكس تفرقع جوه البريتونيال كافيتي جراثيم هتشبه الميكزوما بريتوناي، ولكن دي مش تيومر دي سودو ميكزوما بريتوناي. فبالتالي اي ميكوسي مرت علينا ميكوسي فين؟ ابندكس والجول بلادر. اي ميكوسي لو فرقعت تعمل سيدو ميكزوما بريتوناي. السيدو ميكزوما بريتوناي خطورتها ان هي بتبقى ميس دايجنوزد ويز ميكزوما بريتوناي لان دي مش تيومر ده بيبقى في حاجه وفرقعت. نستخلص من ذلك الكومبليكيشن في الميوسينس اربعه هما الاثنين بتوع السيرس وبنزيد عليهم التورشن والربش. اما الاندوميتريويد تيومر اوف ذا اوفري اللي هو من السيرفيس ايبيثيليوم از رير، والاندوميتريويد از موست كومنلي مالجنانت. مفيش حاجه اسمها بيناين اندوميتريويد. بيناين اندوميتريويد مفيش، احنا حاطينه بس عشان نعمل شياكه لان التيومر في معظم الاحيان بيبقى رير وهو مالجنانت. ممكن يبقى سيستك او سوليد تحت الميكروسكوب ما تعرفش تفرقه عن اندوميترويد كارسينوما، وبتبقى مصيبه اما يبقى في اندوميترويد كارسينوما في الاوفري. لان سيادتك ايه الاحتمال اللي موجود؟ ان ده طالع من الاوفري او مبعوث للاوفري. نفرق بينهم ازاي؟ ده يمكن التفرقه ما بينهم تحت الميكروسكوب، فبالتالي بتقول له كده دي اندوميترويد كارسينوما اوف ذا اوفري. Exclude endometrioid carcinoma in uterus. فهو بالسونار يتاكد اليوترس فيه حاجه ولا ما فيهوش، لكن تحت الميكروسكوب لا يمكن التفرقه ما بينهم. ومحدش يقول لي لا يمكن التفرقه بين endometriosis والendometrioid carcinoma، ده معناها خروف على طول. ازاي يعني انا ما اعرفش افرق بين endometrioid carcinoma في الاوفر والendometriosis؟ endometriosis دي فيه جلاند بيناين، endometrioid carcinoma دي مالجنت. هو التفريقه مش ما بين الاندوميترويد كارسينوما والاندوميتريوزس، هو التفريقه ما بين الاندوميترويد كارسينوما اللي طالع من الاوفري او اللي مبعوث للاوفري. لان لو ده اندوميترويد كارسينوما ومبعوث للاوفري خلاص ايه نبره، لكن لو طالع من الاوفري يمكن علاجه بنستقصي العفشه كلها. فبالتالي هو ده الفرق اللي محتاجين نقوله مش اي كلام. اما النوع الاخير من البيناين اللي هي بقى كوملي بيناين البرينر، وعشان تعرف البرينر البرينر بحرف البي طول عمري اقول البرينر بحرف البي بيقلد البلادر بحرف البي والموست اولويز بيناين بحرف البي. ادي ده شكل البرينر. البرينر تيومر في الاوفري
مش كومن، بس البريلر في معظم الاحيان بينايم، في معظم الاحيان بيبقى سوليد ما بيعملش سيست، والتيومر بيبقى ناشف، لان تحت الميكروسكوب ادي ده شكل البريلر، عباره عن نيستس اوف ترانزيشنال ايبيثيليوم. ترانزيشنال بيقلد مين؟ البلادر. وبيبقى فيه سيستيك تشينج، واهم حاجه الاستروما از فايبروتيك، عشان كده التيومر يبقى فارغ. فبالتالي دي الاحتمالات السيرفيس ايبيثيليال تيومر البناين. ولكن في واحد من اللي قلتهم از اولموست اولوس مالجنانت، مش بناين اندوميترويد. في واحد من اللي قلتهم اولموست اولوس بناين البرينر. اما السيرفيس ايبيثيليال سيروس وميوسينس في بناين وفي بوردر لاين وفي مالين، لان عندنا بعد كده السيرفيس ايبيثيليال تيومر اوف لو مالجنانت بوتنشال اللي كانوا بيسموها زمان بوردر لاين. يعني ايه بوردر لاين؟ بوردر لاين دي مشكلتنا مع بتوع النساء، لان بتوع النساء يبعتوا لنا اوفيريان تيومر بيبقى اوفيريان سيست، فنقول له ده بوردر لاين سيرس، ده بوردر لاين ميسنس، فيرد علينا يقول لك يعني بناين ولا مالجنت، لان هو عارف لو بناين هو شال الاوفري خلاص مش هيعمل حاجه، لو مالجنت هيشيلها العفش، هيشيلها بوث تيوبس ويوترس وفاجينا وسيرفكس والحاجات دي كلها. فتقول يقول لك ده يعني بناين، قول له لا. يقول لك يعني مالجنت، قول له لا. يقول لك امال ايه، قول له بوردر لاين، يعني اللي هو مالجنت بوتنشال. يقول لك كويس خليني معاك، يعني عامل لها ايه؟ قول له انا مالي، وانا بتاع النساء عشان تقول لك عامل لها ايه؟ ولكن احنا عارفين نرد عليه، لان اكوردنج للفيجو، تعرف الفيجو؟ فيدريشن انترناسيونال اوف جاينيكولوجي اند اوبستريشن، لو قلنا له بوردر لاين يبقى هو كلينيكالي كونسيدر از مالجنانت، فساعتها بيشيلها العفشه كلها. البوردر لاين اما بتكون مش مالي ايدك من الميكروسكوب، يعني انت مش شايف الكرايتيريا اوف كانسر، مش الانابليزيا بتاعتكم خالص. البوردر لاين هي مجموعه من التيومر بتبقى دايما السيرس او الميوسينس، بعرفها تحت الميكروسكوب لما الاقي واحد من ثلاثه. نمبر 1 سيلر ستراتيفيكيشن. فاكرين في السيرس تيومر؟ السيرس تيومر كان ايه نوع الخلايا؟ فلاتند او كيوبويد سنجل سيل. لقيت السيست باي مالتيبل لايرز يبقى دي كرايتيريا اوف بوردر لاين. لو بدات الخلايا يبقى فيها اتيبيا ليومورفيزم هايبر كروماتيزم الكلام ده كله، لقيت الخلايا معاها ميتوزس ودايما يبقى اكتر من 4 من هايبر فيت، لازم الثلاثه مع بعض مش واحده. يعني لقيت حضرتك ستراتيفيكيشن، لقيت اتيبيا، لقيت ميتوزس، وما لقيتش انفيجن. اهم كلمه ما لقيتش انفيجن. عارفين لو كل ده مش موجود ولقيت انفيجن يبقى مالجنت وخلصنا. طيب في معظم الاحيان انا بعرف افرق بين البناين والبوردر لاين والمالجنت تحت الميكروسكوب ولا بعينيا؟ اللي انتوا ما تعرفوش، انا بشتغل اسام فروزن جايناك وباثولوجي، يعني انا شغلتي في الفروزن هي دي، بشتغل تحت الميكروسكوب ولا بعينيا؟ بعينيا بعينيا، لان التيومر السيست دي ممكن توصل لحد 25 سم. هل يعقل ان انا همسك كل السكاشن في كل الوود وادور على الانفيجن؟ فبشتغلها بعينيا. فيقولوا لي احنا عندنا فروزن سكشن من اوفاريان تيومر، اوفاريان سيست، هتيجي امتى؟ اقول لهم هتفتحوها امتى؟ يقول لك هنفتح السيست الساعه 9، اقول لهم اجلكم 9:30. عقبال ما يفتح، فما يفتحوا ما بتعقمش، بقف ورا بتاع النساء، لما بتبقى ست بتبقى مشكله كبيره، بروح واقف وراه ويجي اقول له قلب لي التيومر. هو لو ده بيناي حتى لو سيرس ينفع الاقي بابلايا لبره، الباب اللي جوه واحنا ما بنفتحش، لو لقيت بابلايا واحده بره يبقى ده دليل عليه انفيش. ما هو الغباوه اما بيجوا في المعيدين عندنا
يروح ماسك لك تيومر قد كده واخد لك منه سكشن او اتنين من حته ما فيهاش الانفيجن. انا لو بصيت تحت الميكروسكوب هقول له ايه؟ بينال؟ لا انتوا متخيلين هو التيومر كله بيقلب الحته بس اللي فيها الانفيجن هي بتبان على شكل بابليه البر. فلو التيومر اللي انا جبتها لكم اللي فاتت دي كلها ها ده بينال ولا مالين؟ بينال؟ انا ما عنديش ايفيدنس اوف انفيجن. هادي التيومر ده بينال ما فيهوش ايفيدنس اوف انفيجن. لكن لو جيت فور اكزامبل هادي التيومر ده ها بينال ولا مالين؟ ايه اللي طالع ده؟ عارف لو خدت السكشن بتاعك من هنا ممكن تلاقيه بينال وما فيهوش اي حاجه. فبالتالي مشكله البوردر لاين لازم مايكروسكوب. البوردر لاين اللي هم ليجنال بوتنشال لازم تلاقي في السكشن بتاعك تحت الميكروسكوب ثلاث حاجات: ستراتيفيكيشن، اتيبيا، مايتوس. اهم كلمه وذ ولا وذاوت سترومال انفيجن؟ وذاوت. لان انت لو لقيت سترومال انفيجن معناها ان دي بقت مالجنت. لان في حاجه اسمها المالجنت سيرفيس ايبيثيريال تيومر. المالجنت سيرفيس ايبيثيريال تيومر في معظم الاحيان بتطلع دونوفو. يعني ايه دونوفو؟ يعني من الاول على طول مالجنت. مالجنت سيرس، مالجنت ميسيلس. لكن ممكن تطلع مالجنت ترانسفورميشن اون توب اوف بري اكزيستنج بينايت. يعني الست كان عندها سيرس سيستادينو قلبت سيرس سيستادينو كارسينوم. كان عندها ميوسيلس سيستادينو قلبت لميوسيلس سيستادينو كارسينوم. خلي بالكم اللايوميوما كوم اللي بتطلع دونوفو اللايوميساركوما بتطلع دونوفو ولا انطوف لايوميوما؟ دونوفو. يعني من غير بري اكزيستنج لايوميوما. المالجنت سيرفيس ايبيثيريال تيومر المالجنت جروسلي بتبقى يوني ناترال او باي ناترال على حسب ايه؟ على حسب طلع او انطوف سيرس او ميوسيلس. لان السيرس كوم اللي بتبقى باي، الميوسيلس كوم اللي بتبقى يوني. بنلاقي ان التيومر ده سوليد وسيستيك اري وهيمورج ونكروزز زي اي حاجه مالجنت. وفي معظم الاحيان الدليل على الانفيجن نلاقي ان في فابيل لبره. فبالتالي البريتونيوم لازم يبقى انفولفد والست يبقى عندها هيموراجيك اسايتس ومالجنت امبلانت بالذات في منطقه الدجلاس باوتش. عشان كده بتوع النساء لو لقوا ان التيومر ده الريجولر هيتروجينس وفي هيموريدج في الدجلاس باوتش بيعرفوا ان ده من كرايتيريا اوف مالينسي. دي جروس اللي بيعرفوا بيها ان الاوفيريان سيست اللي قدامهم مالين. لان تحت الميكروسكوب ادي ده الانفيجن للبريتونيوم. تحت الميكروسكوب طبعا بيبقى فيه سيتولوجيكال اتيبيا ونورماليتي. واهم كلمه انفيزيف. يعني ايه انفيزيف؟ انفيزيف وذ ستروما يعني بابليه خارجه لبره. انا بعرفها بعناية وهم دايما بيزعلوا مني. يجي يقول لي خد سكشن كده وبص عليه تحت الميكروسكوب اتاكد. انت دلوقتي قلت ان دي مالجنت سيرس سيستادينو كارسينوما. اقول له اه. يقول لي عارف هنعمل لها ايه؟ عارف. هنشيل بوث اوفرس وبوث تيوبس واليوترس والسيرفكس والفاجينا وحته من البريتونيوم. يقول لي لو طلعت بناين اقول له مش هتطلع. لان مين ادق؟ الجروس او الميكروسكوب؟ الجروس. لان حضرتك بالجروس احنا هناخد منها سكشن. بس هاخد سكشن منين؟ التيومر بيوصل 50 سم. اخد سكشن منين؟ من الحته اللي انا بعناية شايف فيها الانفيجن. فبالتالي ما اخد منها هذه البايوبسي اكونفير وده ميديكوليجا. لكن ما اخدش من اي حته وخلاص. مش اي حته حاجه ابص عليها الاقي فيها الاسترومال انفيجن. انت لازم تكون شايف الاسترومال انفيجن بعينيك عشان تشوفه تحت الميكروسكوب. ايه كمان؟ السبريد زي اي سرطان. سبريد دايركت اخطر حاجه ولازم بتحصل في الاول مع مين؟ بريتونيوم. فيعمل هيموراجيك اسايتس يعمل بريتونيوم ديون. عشان كده دي قاعده. اما يبقى عندي مالجنت اوفيريان تيومر بشيل الجريتر اومنتم معاه. لان دايما بلاقي جريتر اومنتم في بروتينيان ديو. في بروتينيان ديو بالذات في السيرس كارسينوس. الليمفاتيك يروح للريجنال ليمف نود. والريجنال ليمف نود هنا مين؟
على طول، لان الاوفري طالع من الجونات زي التستس، يبعت البارا اورتك. والبلد بيبعت لمين؟ ال ولا ال الاول؟ اللانج، لان الاوفري ما بيحصلش فيه امتصاص. في بقى مجموعات تانية، اهم مجموعه من الاوفريان تيومر هي السيرفيس ابيثيليال. واعيد تاني، السيرفيس ابيثيليال تيومر اوف ذا اوفري بيناين ولا مالجنت؟ سيرفيس ابيثيليال تيومر اوف ذا اوفري بيناين ولا مالجنت؟ في منها بيناين وبوردر لاين ومالجنت. مين قال الكلام ده؟ السيرفيس ابيثيليال تيومر، انا مش بتكلم على تيومرز ذا اوفري. السيرفيس ابيثيليال تيومر بيناين ولا مالجنت؟ في بيناين وبوردر لاين ومالجنت. من حيث الهيستولوجي كام عيله؟ اربعه. سيرس بتقلد الفالوبيان تيوب، ميوسينس بتقلد اندوسيرفايكال جلاند، اندوميترويد بتقلب الاندوميتر، برينر بتقلد البلاد. ولكن ان جنرال الاوفيريان تيومر كومن بيناين ولا مالجنت؟ بيناين، وطالعه من نانجر. لان المجموعه الثانيه من الاوفيريان تيومر اللي هي مش كومن هي الجيرم سيل تيومر. الجيرم سيل تيومر بتكونستيوت من 10 ل 15% اوف اول اوفيريان تيومر. اول اوفيريان تيومر فقط 10 ل 15% جيرم سيل. فاكرين الجيرمز في التستس كانت كام؟ كانت 90%، 90% جيرم سيل، وكان كلها مالجنت. هنا بتبقى حدود 10%، 10 ل 15. الجيرم سيل تيومر اللي في التستس بالظبط زيها زي في الاوفر، زيها زي في التستس. كان مين اشهر جيرم سيل تيومر 80% بيطلع في التستس؟ هنا مين اشهر جيرم سيل تيومر بيطلع في الاوفر؟ ديس جيرمينوما. الديس جيرمينوما هي الكاونتر بارت بتاع السيمينوما ولكن في الاوفر. جروسلي التيومر بيبقى سوليد جريش وايت. اهم كلمه يلوش. ليه يلوش؟ عشان فيه ليبيد كونتاكت. الديس جيرمينوما ما تعرفش تفرقها ولا جروسلي ولا مايكروسكوبيكال، يعني السيمينوما، لان تحت الميكروسكوب بتبقى عباره عن جروبس اوف لارج سيلز لا كلير سيتوبلازم. اهم كلمه سيباريتد باي فايبرس تيشو سيبتي كونتيننج ليمفوسايتس. مش ده بالظبط زي السيمينوما؟ لا يمكن تفرقتها. وعشان كده لما ابص على السيمينوما تحت الميكروسكوب بسال المدرس المساعد العيان اسمه ايه؟ لو قال لي فوزيه سيمينوما. لو قال لي فوزيه دي جيرمينوم. من جيرم سيل تيومر تانيه اللي تطلع في الاوفري وخدناها قبل كده ومحدش يقراها من هنا خالص لان عندكم في الجنرال تيراتوما. تعرفوا تيراتوما؟ التيراتوما في معظم الاحيان في الاوفري بيناين، وفي معظم الاحيان في الاوفري بتبقى ماتيور سيستك تيراتوما اللي احنا سميناها ديرمويد سيست اوف ذا اوفري. كده خدتوه في الجدره. بتبقى عباره عن كيس من الجلد جواه ميكشر من كل الخلايا جروسلي، بيبقى فيه ديرمويد ريدج وطالع مليان سيبيشس ماتيريال، وفي شعر واسنان وثايرويد وبرين وكل حاجه. والماتيور مش كومن اللي تقلب سرطان. ولو قلبت ايه اشهر نوع سرطان بيطلع عن طرف ديرمويد سيست اوف ذا اوفري؟ سكويمس سيل كارسينوما. كده خدناها قبل كده. لان في نوع تاني اسمه الماتيور تيراتوما. الماتيور تيراتوما التيومر بيبقى سيستم، بيبقى في معظم الاحيان سوليد، وبيبقى في اريز اوف هيمرج اند نيكروزس، وبيبقى في برسنتج اوف ذا سيلز ار ماتيور اماتيور يعني مالجنت، وهو اللي بيقلب اكتر. لان في نوع من انواع التيراتوما اوف ذا اوفري مونوديرمال، يعني الخليه عملت نوع واحد من الخلايا اسمها شتروما اوف رياي. تعرف شتروما اوف رياي؟ ده مونوديرمال تيراتوما وكل الخلايا اتحولت انتو فانكشنينج ثايرويد جلاند زي الصوره اللي قدامكم دي. فانكشنينج ثايرويد جلاند شتروما ليترالي معناها صنفور. صنفور. هل شتروما اوف رياي معناها صنفور في الاوفري؟ معناها ثايرويد في الاوفري. اي حاجه ريليتد للثايرويد احنا بنسميها شتروما، لان شتروما ده نهر في بلغاريا كان بيعيش حواليه السنافر. ده لو انت فاكر اساسا انت شاطر. اليوكساك تيومر اندوديرمال ساينس تيومر مش خدناه في التستس؟
اليوكسا كان عبارة عن جيرم سيل تيومر بيقلد اليوكسا. فالتيومر يبقى تحت الميكروسكوب مكون طبعا التيومر جراسلي ده تيومر مشهور في الستات الصغيرة عكس الامبريونال كارسينوما في الستات العواجيز. اليوكسات بيبقى نسبة الالفا فيتو بروتين عالية. تيومر بيبقى صوليد او سيستم. التيومر اهم ما يميزه تحت الميكروسكوب ان فيه مايكروسيستيك سبيس اللي احنا بنسميها شيلر دوفيل بودي. تاني ايه؟ هو اليوكسات في التست هيبقى حاجة وفي الامري حاجة تانية. ما هو الاثنين طالعين من جيرم سيل. ممكن يبقى حضرتك بابيلاري، ممكن يبقى ترابيكولار، ولكن لو حد قال لك اليوكساك تيومر مش بيجي نظري، ولكن ممكن حد يدردش معاك يقول لي قول لي يا ابني التيومر اللي تطلع من الاوفري، تقول له سيرفيس ايبيثيليال، يقول لك ايه وجيرم، يقول لك زي الجيرم دي الجيرمينوما، تقول له زي السيمينوما التراتوما عارفها، يقول لك اليوكساك تعرفه ازاي تحت الميكروسكوب، هتقول له مايكروسيستيك وبابيلاري، تقول له حلو مايكروسيستيك دي بقى اسمه ايه؟ اسمها شيلر دوفيل بودي. ادي ده شكل الشيلر دوفيل بودي بتقلد شكل اليوكساك الخازوق. ان انتوا ما تعرفوش شكل اليوكساك لان انتوا ما خدتوش امبريولوجي. خدت امبريولوجي عارف؟ كاتيجري سي عارف. فشكل شيلر دوفيل بودي. والتيوبر ده لو جيت عملت له الالفا فيتو بروتين يطلع بوست. والسيرم بما معاه الالفا فيتو بروتين عالي. التيومر اللي خدناها في الليبر وهتمتحنوا فيها ان شاء الله ويبقى فيها الالفا فيتو بروتين عالي. الهيباتو سيلر كارسينوما والهيباتو بلاستوما. امال الكولانجيو؟ ليه الكولانجيو ما فيهاش؟ لانها مش طالعه من هيباتو بلاست وانما طالعه من بايل داكت ايبيثيليوم. ايه كمان؟ الكوريو كارسينوما. الكوريو كارسينوما اللي بتطلع في الاوفري اسمها كده نون جيستيشنال كوريو كارسينوما لانها مش بتطلع من ربع الحمل. دي عامله بالظبط زي التستس بتطلع من الجيرم سيل ويبقى مكونه من مالجنانت سايتوسنسيتي تروفوبلاست وبتفرز اتس جي. يعني ينفع واحده ست يبقى عندها اختبار الحمل بوزيتيف وهي مش حامل؟ لو عندها كوريو كارسينوما اوف اوفري. خلي بالكم لان اشهر حته بتطلع فيها الكوريو كارسينوما اليوترس ودي اسمها جيستيشنال كوريو كارسينوما. يعني لازم الست تبقى حامل لكن ده اسمها نون جيستيشن يعني طالعه من الاوفري بس تعتقد بتطلع في السن الصغير والسن الكبير. بتطلع في السن الكبير الكوريو كارسينوما في الاوفري بتطلع في السن الكبير فما عندهاش مشكله. يعني ما تبقاش واحدة ست فاهمين حاجة ما يقولوش عليها ان هي حامل فاهمين القصة دي. الكوريو كارسينوما في الاوفري فيري رير بلس ان هي بتطلع في السن الكبير. ايه كمان؟ ميكس جيرم سيل تيومر اي احتمال تيراتوما مع امبريونال مع كوريو مع اي حاجة. في سكس كورد سترومال تيومر ولكن اشهر سكس كورد سترومال تيومر في الاوف ده مهم الكيس اللي عندكم في الشابتر بتاع الفيميل على دي. اشهر سكس كورد معظم السكس كورد سترومال تيومر في الفيميل بتبقى اندلنت بيناين يعني ما بتبقاش مالجنت ولا هي بيناين اندلنت بيناين ودايما بقى تبقى اسوشيتد باي ريليس اوف هرمون تطلع في اي سن. لان اشهر سكس كورد سترومال تيومر في الفيميل هو جرانيلوزا سيل تيومر ده لو جريد اندلنت بيناي ولكن لها مالجنت بوتنشال. نعم لا ما بنقولش هنا بوردر لاين بنقول عليها لو جريد اندلنت مالجنت يعني بنعتبرها بيناي يعني علاجها بيبقى ريموفال اوف ذا اوفري بس. التيومر بيبقى ويل سيركمسكرايب ممكن يبقى سيستك او سوليد وممكن يبقى فيه هيموت. تحت الميكروسكوب الجرانيلوزا سيل تيومر هعرف منين ان هو مكون من جرانيلوزا سيل. اهم حاجه تعرفني الجرانيلوزا سيل. الجرانيلوزا سيل من الخلايا اللي فيه اما تتجنن يبقى فيه دي ان اي ريبير سيستم جينز فبالتالي بتلاقي النيوكليس بتاعتها مشقوقه في نيوكليار جروف. ادي ده جرانيلوزا سيل تيومر اهو واما نيجي نبص نلاقي النيوكليس فيها شق فيها جروف
فالنيوكليس وهي مشوهة بتشبه حبة القهوة فسموها كافي بين نيوكليا. على مستوى الـ HND عشان أقول دي جرانيلوزا سيل بشوف نيوكليار جروف. لو على مستوى التيومر بتبدأ الجرانيلوزا سيل تقلد شكل الجرانيلوزا سيل العادية، مش الجرانيلوزا سيل دي اللي كانت بتحوط حوالين الأوفم، فتبدأ تحوط حوالين فراغ، مفيش أوفم بتقلد الأصل، فتحوط حوالين فراغ. الفراغ ده فراغ مش بلاد فيسل، فبيسموا دي اما جرانيلوزا سيل تحوط حوالين فراغ اسمها كول اكسنر بودي. كول اكسنر بودي اتنين علماء عشان اقول ان ده جرانيلوزا سيل تيومر تحت الميكروسكوب محتاج اشوف حاجتين: خلايا مكونه النيوكلاي بتاعتها كافي بين، والخلايا نفسها مترتبه على شكل كول اكسنر بودي. مر علينا دلوقتي كام بودي بالاوفر؟ شيلر دوفال يوكسا وكول اكسنر عشان جرانيلوزا سيل تيوم. مين اللي يعرف الخلايا دي بتبقى بوزيتيف لاي امينو ستين؟ ساعات ما بيبقاش ولا النيوكلير جروف باين ولا الكول اكسنر باين، اصبغه بجرانيلوزا سيل بوزيتيف فور ايه؟ يلا يلا الجرانيلوزا سيل في الاوفري او في التستس بوزيتيف فور انهيبين. مش في ناس بيقعد يقول لي ليه ومش ليه وبتاع؟ تعرفين الجرانيلوزا سيل دي لو انا اشرحها بما يرضي الله محتاجين سنتين زي بتوعكم دول في تالت. مش الدنيا اصل الناس متخيله الباثولوجي الهاكس اللي مكتوب الكلمتين دول. فيقول لك جرانيلوزا سوفت اوفر، اشوف نيوكلير جروف، اشوف كول اكسنر. يا حبيبي ما كانش حد غلب يا بابا، وهو متخيل النيوكليس جروف تلاقي النيوكليس زي حبايه القهوه مشوقه بالنص وفي النص بالظبط. قابلني اساسا لو شفت اي حاجه في الدول. وساعات بنلجا ان احنا نعمل انهيبين اميونو ستين عشان اقول ان دي جرانيلوزا. مشكله الجرانيلوزا سيل تيومر وكل السكس كورد ستروما تيومر ان هو يبقى فانكشن. لو فانكشنينج الجرانيلوزا سيل بيطلع ايه؟ استروجين. فيعتمد الكلينيكال برزنتيشن على السن اللي جه فيه الجرانيلوزا سيل تيومر. فلو هو جه في واحده كبيره وده بيسموه ادل تايب جرانيلوزا سيل تيومر وده اللي بيبقى فيه الكول اكستر بوضوح. لو جه في السن الكبير سته هيبقى عندها استروجين كتير، سته عندها استروجين كتير تبرزنت بايه؟ اندوميتريال هايبر بليزيا واندوميتريال كارسينوم، ماماري هايبر بليزيا وماماري كارسينوم. طب لو جيب بنت صغيره يعني قبل البلوغ بيسموه جوفينايل جرانيلوزا سيل تيومر تبرزنت بايه؟ بريكوشس بيوبرتي. الصوره اللي قدامكم دي نلاقي البنت سنها 7 سنين وعندها كومبليت سكندري سيكشوال كاركتر، ودي لو كملت بعد كده اما هتكبر شويه هيجي لها اندوميتريال كارسينوما وهيجي لها ماماري كارسينوما. فبنقسم الجرانيلوزا سيل تيومر على حسب السن اللي حصل فيه تيومر لجوفينايل تايب وادلت تايب. جوفينايل بريزنت بريكوشس بيبرتي، ادلت بيبرزنت باندوميتريال هايبر بليزيا اندوميتريال كارسينوما ماماري هايبر بليزيا يعني ماماري كارسينوما. لان ممكن يطلع حاجه اسمها فيكا سيل تيومر. الفيكا سيل هي الموديفايد فايبروبلاست في الاوفري ودي برضو بالسكريت استروجين، بس في معظم الاحيان بتبقى في كوما فايبروما يعني بتكاثر السيكا ويتكاثر الفايبروبلاست. التيومر بيبقى بيناين في معظم الاحيان وده مشهور ان بوست مونوبوزال وومن، ما بيجيش الا في السن الكبير لان في السن الكبير بتبقى اختفت الجرانيلوزا سيل واللي فاضل السيكا والفايبروبلاست. التيومر بيبقى ويل ديفاين فيرم لونه يلوش. اما تلاقي تيومر لونه يلوش معناه ان هو بيستخدم الكوليسترول بريكيرسر للهرمون لان بيطلع استروجين. التيومر تحت الميكروسكوب عباره عن بروليفريتد فيكا سيل اللي هي بتبقى بلانك سبند سيل النيوكليس بتاعتها واضحه اند فايبروبلاست. في معظم الاحيان بتبقى ميكشر من الاثنين فنسميها تيكوما فايبروم. الايفكت بتاع هذا التيومر بيطلع استروجين بس بيطلعها في سن كبير، فالست بيجي لها اندوميترال هايبر بليزيا واندوميترال كارسينوم.
لكن بالإضافة إن هو بيبقى فيه فايبرس تيشو، الستات ممكن تبريزنت بحاجة اسمها ميكس سندروم، مرت علينا قبل كده. الميكس سندروم ثلاث حاجات، بسبب إن يبقى فيه في كوما فايبروما، ودايما فايبروما بس بتيريتيت البريتينيوم، فالست يحصل لها أسايتس، والأسايتس لما تبقى تنس بتسد الليمفاتيك بالذات على الناحية الشمال، فيجي لها ليفت سايدد هيدروثوركس، وهي عندها اوفيريان بدانكريتد فايبروم. الميكس ثلاثة، اسايتس هيدروثوركس بالذات ليفت سايد مش مكتوب عندكم، اند اوفيريان فايبروم، ده اسمه ميكس سندروم. في عندنا من سكس كورد سترومال تيومر سيرتوني لايدنج، سيرتوني لايدنج لان يطلع من التست السيرتوني لايدنج، مشكله ان هذا التيومر لو فانكشنينج هيطلع فالست هيبريزنت باي ماسكولينيزيشن، ماسكولينيزيشن تبقى زي الرجاله، فيطلع عندها هيرشوتيزم. اللي قدامكم دي ست شايفين شعر صدرها، دي هيرشوتيزم، ولو طلع في سن صغير ساعتها هيكبر الكليترس ويبان على شكل بينس، فتبريزنت باي سيدو هيرمافرودايت. عارفين يعني السودو هيرما؟ يعني تبان كأنها راجل وهي ست، فبالتالي دي مشكلة السيرتولي لايت. ميتاستاتيك تيومر اوف ذا اوفري خدناها، المفروض تعرفوا ان اسمها كروكنبرج. عارفين كروكنبرج؟ اشهر حتة تبعت الاوفري الجي اي تي، ويبعت كمان البريست واليوتيوب. ثانك يو.